بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. وعلى بركة الله تبدأ تغطيتنا لسفر بعثة فريق النادي الأهلي إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المغرب 2022. يمكن هذه المشاركة تعتبر المشاركة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي الأهلي من خلال تواجده دائما في منافسات كأس العالم للأندية. سبق للنادي الأهلي قبل كده أنه شارك في كأس العالم للأندية 7 مرات، وهذه المشاركة الثامنة، والميزة كمان أن هذه المشاركة هي الثالثة على التوالي. الأهلي إن شاء الله كان موجود في بطولة الدوحة عام 2020، ثم بطولة أبوظبي 2021، ثم بطولة المغرب 2022. عدالة السماء الحمد لله، ويمكن بصوب العالمية النادي الأهلي مشارك في كأس العالم للأندية، وبالتأكيد أولى المباريات إن شاء الله هتكون يوم الأربعاء المقبل 1 فبراير الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. مباراة مهمة جدا أمام أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا وبطل قارة أوكيانوسيا. هذه المباراة هي المباراة التمهيدية نتيجة طبعا مشاركة الأهلي في هذه البطولة كوصيف لدوري أبطال إفريقيا بعد إعلان الاتحاد الدولي إقامة البطولة في المغرب وتنظيم الجامعة الملكية المغربية لكأس العالم للأندية. زي ما قلت في البداية، هو بثوب عالمي الأهلي مشارك في كأس العالم للأندية، ويمكن إن شاء الله وعلى بركة الله طائرة الفريق ستطلع اليوم من مطار القاهرة حوالي الساعة 5 مساء لتصل إلى مطار طنجة في الشمال المغرب حوالي الساعة 10 من مساء اليوم، ثم تستقل البعثة حافلة للسفر من طنجة إلى تطوان للمبيت هناك لمدة حوالي 3 أيام استعدادا لمباراة أوكلاند سيتي يوم الأربعاء المقبل. يمكن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عمل إجراءات تنظيمية مختلفة شوية عن البطولات السابقة. الأهلي وأوكلاند سيتي هيكونوا موجودين في مدينة تطوان خلال الفترة اللي جاية، وليلة المباراة إن شاء الله يوم الثلاثاء الفريق هيرجع مرة تانية إلى طنجة للمبيت فيها استعدادا لخوض المباراة في اليوم التالي. إن شاء الله بإذن الله يمكن في وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يمكن الاتحاد الدولي عامل ستاف ويمكن في وفود هتستقبل البعثات الرسمية خلال الفترة اللي جاية، ويكون على رأس الوفد من الاتحاد الدولي جان بيترسون مسؤول التنظيم والإقامة والإعاشة من الاتحاد الدولي، هيكون موجود إن شاء الله مع بعثة النادي الأهلي في مطار طنجة فور الوصول. وإن شاء الله بإذن الله هيكون التحرك إلى مدينة تطوان يعني في حوالي ساعة مباشرة للوصول إلى مدينة تطوان والمبيت هناك. زي ما انتم شايفين على الشاشة، يمكن دي طبعا الصورة الرسمية لبعثة فريق النادي الأهلي اللي هتتحرك النهاردة إن شاء الله وتسافر من القاهرة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات كأس العالم. شفت الصورة وشفت بالتأكيد الأجواء، وزي ما قلت في البداية ثوب عالمي لفريق النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا استعدادا لخوض منافسات هذه البطولة. النهاردة الفريق أكيد كان عنده استعدادات مختلفة، يمكن عقب مباراة البنك الأهلي مارسيل كولر المدرب السويسري أغلق الحديث عن المباريات المحلية وبدأ الاستعداد للمباريات الدولية. الفريق كان أجازة في اليوم التالي، بدأ التدريبات من يوم الجمعة بالأمس. النهاردة يمكن في هذه اللحظات وأنا بكلمكم يمكن الفريق موجود في ملعب التتش بالجزيرة. قدامكم دي لقطات حصرية من المران الصباحي في ملعب التتش بالجزيرة استعدادا بقى إن شاء الله لسفر، وده التدريب الأخير. النهاردة كان حوالي الساعة 11 صباح اليوم مارسيل كولر يعني نقدر نقول بيحط بقى اللمسات النهائية عشان القائمة اللي هتسافر معاه. يمكن كلنا عارفين إن القائمة النهائية هيتم تسجيلها على سيستم الاتحاد الدولي فيفا يوم 30 يناير، يعني بنتكلم مثلا بعد غد الساعة 12 بالليل هيكون آخر موعد رسمي تقدر تسجل فيه القائمة النهائية اللي هي حوالي 23 لاعب من ضمنهم 3 حراس مرمى. لكن حسب المعلومات اللي عندنا إن الفريق إن شاء الله بنسبة كبيرة هيسافر بحوالي 29 لاعب إلى المغرب، وعنده فرصة هناك بقى في ال 72 ساعة اللي جاية يختصر القائمة إلى 23. وطبعا كلنا عارفين اللوائح، يمكن قبل المباراة الأولى ب 24 ساعة لقدر الله إذا كانت فيه إصابة، لقدر الله يعني إذا كانت فيه إصابة تقدر تستبدل، فبالتالي الجهاز الفني عامل يعني احتياطه بشكل كويس جدا أنه يقدر يستبدل أو ياخد أكبر كم من اللعيبة. ده تدريب جزء من التدريب التأهيلي والتحضيري والجزء البدني من خلال طبعا الجهاز الفني المعاون، وكمان في مجموعة أخرى النهاردة كانت للتقسيمة الجماعية
مع المدرب العام. ويمكن طبعا التقسيمه الجماعيه انت بتتكلم بقى الحمد لله قدامنا في الصوره، يمكن ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم انتظموا الحمد لله في التدريبات الجماعيه من حوالي يومين، والنهارده كانوا موجودين في التقسيمه، مفيش اي مشكله او اي اصابه عضليه او اجهاد بالنسبه لمنعم او ياسر ابراهيم. علي معلول انتظم بالامس في المران الجماعي. حسين الشحات قدامكم اهو في التدريبات انتظم ايضا في المران بالامس، كان اشتكى كده من حاجات بسيطه في الركبه، لكن الحمد لله يعني اصبح سليم وشارك في التدريبات الجماعيه. قدامنا كمان كريستو، قدامنا حراس المرمى، والاهلي هيسافر باربع حراس مرمى ثم تختصر القائمه لثلاثه في يوم 30 يناير. قدامنا محمد الشناوي، علي لطفي، حمزه علاء، ومصطفى مخلوف. اربع حراس مرمى ان شاء الله مع الفريق في بطوله كاس العالم، وتختصر لثلاث حراس بعد غد الاثنين ان شاء الله. طبعا مصطفى شوبير خرج من القائمه نتيجه الاصابه، يمكن عندنا ثلاث لعيبه يمكن عندهم اصابات ابعدتهم لفتره، كريم فؤاد واكرم توفيق وكمان مصطفى شوبير. البعثة إن شاء الله بإذن الله وعلى بركة الله هتغادر النهاردة مطار القاهرة حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، وهيكون رئيس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في المغرب. كمان المهندس خالد مرتجي أمين صندوق مجلس الإدارة هيكون ليه دور مهم جدا كمنسق عام ما بين بعثة الأهلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. كمان دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة هيكون كمان مع بعثة النادي الأهلي كدور مهم جدا كمسألة طبية، لأن أكيد هيكون في أمور طبية هتتم خلال الفترة اللي جاية ما بين البعثة مع الاتحاد الدولي. وكمان المهندس عدل القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم هيكون كمان مع البعثة الرسمية، وإن شاء الله بإذن الله تكون يعني رحلة موفقة للنادي الأهلي. الأهلي عنده يمكن في رصيده ثلاث ميداليات برونز في كأس العالم للأندية، نتمنى يا رب بإذن الله الفوز على أوكلاند سيتي ثم تخطي سياتل فريق الكونكاكاف بطل الكونكاكاف الفريق الأمريكي، ثم المواجهة المرتقبة إن شاء الله الكل بينتظرها بالتأكيد، ولكن قبلها محطتين بطل نيوزيلندا وبطل أمريكا، ثم بعد ذلك مباراة ريال مدريد في الدور نصف النهائي، ودي هتتلعب في الرباط. يعني طبقا للجدول اللي أعده الاتحاد الدولي واللي أعلنه عقب مراسم القرعة، أنت هتلعب المباراة الأولى يوم الأربعاء اللي جاي 1 فبراير الساعة 9 مساء، إن شاء الله كسبت عندك مباراة تانية أيضا في طنجة يوم السبت المقبل زي النهاردة، المباراة التانية إن شاء الله هتكون الساعة 7:30 من مساء السبت المقبل، وكسبت إن شاء الله وربنا كرمك وكملت هتسافر بقى للرباط، لأنك تكملت المشوار في الدور نصف النهائي والمباراة النهائية أو تحديد المركز الثالث والرابع هتكون في الرباط. فمباراة ريال مدريد إن شاء الله في حال التأهل هتكون يوم الأربعاء اللي بعد القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ثم المباراة النهائية السبت بعد المقبل 11 فبراير الثالث والرابع الساعة 5:30، والمباراة النهائية الساعة 9 مساء. فاحنا بنتكلم إن شاء الله بإذن الله يمكن بحد أقصى أربع مباريات، بتتكلم في فترة وجيزة جدا، أربع سبت ثم يوم الأربع وأيضا السبت، يعني في مدة حوالي 10 أيام إن شاء الله بإذن الله يكون في أربع مباريات للنادي الأهلي، ونتمنى لما لا بدل ما تكون مباراة تحديد المركز الثالث تكون المباراة النهائية والختامية، ويكون إنجاز جديد للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في كأس العالم للأندية. طبعا مهم جدا وإحنا بنتكلم على البطولة كان في ورش عمل وكان في تحضيرات مهمة جدا تمت خلال الفترة الأخيرة، والناس كلها كانت بتسأل إمتى تسجيل القائمة المبدئية، طب ميعاد تسجيل القائمة النهائية. مهم جدا كمان الناس تعرف إن كل الصفقات الجديدة اللي تم التعاقد معها في انتقالات يناير، خالد عبد الفتاح، مروان عطية، اللاعب التونسي محمد كريستو، كلهم تم تسجيلهم في القائمة النهائية أو في القائمة اللي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة، على أن تختصر إن شاء الله القائمة النهائية يوم الاثنين القادم 30 يناير. شيء مهم جدا كمان نأكد عليه إن الاتحاد الدولي إداك مساحة في مسألة الاستبدال أو تسجيل أي صفقات جديدة، وكمان الفترة الأخيرة يمكن اتحاد الكرة لازم يعتمد كل هذه التدعيمات والصفقات والقوائم قبل إرسالها للاتحاد الدولي. في القائمة المبدئية اللي تم تسجيلها يوم 9 يناير كان طبعا محمود عبد المنعم كهربا موجود على رأس القائمة، والحمد لله شارك في المباريات الأخيرة وظهر بشكل جيد جدا في مباراتي سموحة في كأس مصر ومباراة الزمالك في الديربي، مباراة الدوري اللي أقيمت في الجولة الـ 14 من مباريات الدوري العام. كمان أكيد هيكون في استقبال مهم جدا من السفارة المصرية في المغرب،
معالي السفير ياسر عثمان، أكيد ليه دور مهم جدا في الفترة الأخيرة في التنسيق مع إدارة النادي الأهلي في مسألة السفر والتنقل من مدينة طنجة إلى مدينة تطوان. وأنا قلت لكم المرة دي الاتحاد الدولي عامل ترتيبات مختلفة شوية عن الفترات السابقة. أنت لما كنت بتلعب في قطر في النسخة قبل الماضية بتنزل في الدوحة وتدريباتك كلها في الدوحة والمباريات في الدوحة، لكن طبعا المرة دي الوضع مختلف. ملاعب طنجة اللي هي الملاعب التدريب، طبعا الاتحاد الدولي بيبقى ليه معايير وقياسات معينة، فبالتالي مفيش ملعب بتنطبق عليه المواصفات بشكل عام في مدينة طنجة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي الاتحاد الدولي فضل أن يكون تدريبات الأهلي وأوكلاند سيتي على ملعب ثانية الرمل، وده ملعب فريق المغرب التطواني، نفس الملعب اللي لعبنا عليه مباراة مع المغرب التطواني في بطولة الكونفدرالية قبل حوالي 7 سنوات. ده الملعب اللي هيستضيف تدريبات الأهلي خلال ال 72 ساعة اللي جاية قبل مواجهة أوكلاند سيتي على ملعب طنجة. ملعب طنجة يمكن في الفترة الأخيرة كان في ترتيبات وكان في صيانة وتعديلات في مدرجات الملعب، لكن طبعا يمكن كان في شغل كبير جدا على قدم وساق خلال الفترة الأخيرة، وأصبح الملعب جاهز بنسبة كبيرة جدا لاستضافة المباريات. يمكن عندي خبر مهم جدا كمان عايز أؤكد عليه لكل السادة المشاهدين، نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، كل التذاكر نفذت بالكامل على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة لخوض أو لاستقبال مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي. يمكن النهاردة الصبح كان عندي اتصالات مع عدد من المسؤولين في المغرب ومن اللجنة المنظمة المحلية، الكل أكد أن نفاذ تذاكر المباراة الأولى ما بين الأهلي وأوكلاند سيتي، ويبدو أن إن شاء الله يكون في مساندة وتشجيع كبير جدا للنادي الأهلي في المملكة المغربية، وده دايما احنا متعودين عليه من الأشقاء في المغرب. حتى والله يمكن من خلال السوشيال ميديا الواحد شاف أن في حتى دعم كبير جدا، وفي هاشتاج لدعم الأهلي في المغرب وهاشتاج لمؤازرة ومساندة الأهلي في المغرب. يمكن الحالة الطيبة اللي كانت موجودة في كأس العالم الأخيرة في الدوحة وتشجيع الجماهير المصرية للمنتخب المغربي يمكن ألقت بظلالها بشكل إيجابي جدا على استضافة الأهلي في المغرب خلال الفترة القادمة. النهاردة تغطيتنا هتكون مستمرة وهنشوف كل الجديد من ملعب التتش وتدريبات الفريق ثم التحرك إلى مطار القاهرة، وكمان هيكون عندنا النهاردة 2 من الضيوف الكبار النقاد الرياضيين اللي بالتأكيد هيسروا الحوار بشكل كبير جدا لأن عندهم كلام مهم وعندهم كواليس ومتابعة وأخبار. هيكون معايا النهاردة بالتأكيد في الفقرة الحوارية الأستاذ محمود صبري الناقد الرياضي بالأهرام والأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بالأخبار، وبالتأكيد هتكون متابعة حية إن شاء الله لكل الأخبار والكواليس وتحرك الفريق من قلعة البطولات قلعة النادي الأهلي في الجزيرة إلى مطار القاهرة الدولي، وهنتابع كل الأخبار والجديد من مطار القاهرة إن شاء الله قبل السفر إلى المغرب، وقدر الإمكان نحاول نشوف لكم الأجواء في المغرب قبل خوض هذه المباراة اللي تحدد فيها بشكل رسمي الأهلي هيرتدي الزي الرسمي والأصلي والأساسي التيشيرت الأحمر، وأوكلاند سيتي هيرتدي التيشيرت الأزرق. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الحوارية لمتابعة الأخبار والكواليس، وكمان نشوف إيه الجديد بالنسبة للأهلي قبل السفر إلى المغرب. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه لتغطيه كواليس بعثة فريق النادي الاهلي المسافر ان شاء الله الى المغرب مساء اليوم، وتحديدا في الساعه 5 من مساء اليوم استعدادا لخوض منافسات كاس العالم للانديه، بطوله قويه. وزي ما قلت في البدايه الاهلي بثوب عالمي يطير الى المغرب لخوض هذه منافسات البطوله ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله تكلل بالنجاح وتكون ميداليه جديده وتكون ميداليه ان شاء الله افضل كمان من البرونزيه خلال الفتره اللي جايه. لذلك في البدايه انا برحب باثنين من كبار النقاد الرياضيين اللي بتشرف دايما بوجودي معهم. ابدا بالناقد الرياضي الكبير والاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي بالاهرام، منورنا ومشرفنا وسعيد جدا بوجوده معانا. استاذ محمود ازي حضرتك؟ وحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. كمان منورنا الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بالاخبار. استاذ جمال برحب بحضرتك، اهلا وسهلا بيك. محمد وسعيد بوجودي وبقول لمحمود الحمد لله على السلامه. الله يسلم. الله يسلم بعد غياب يعني بعد غياب ربنا يشفيه. عوده استاذ محمود كانت على مباراه القمه مباشره. اهلا بيك استاذ محمود. في البدايه طبعا يمكن من خلال متابعتك بقى الفتره الاخيره مباريات الدوري، الاهلي في الصداره، قفل الحديث عن المباريات المحليه، تركيز على المباريات القاريه او الدوليه كاس عالم انديه، شايف بقى المشهد ازاي بالنسبه لكل هذه الاخبار وكل هذه المعلومات؟
يمكن من الحاجات المهمة والإدة أريحية، يمكن عاوز أقول بداية من مباراة القمة، لا شك أنه الفوز بثلاثية على الغريم التقليدي في شوط من أفضل الأشواط اللي لعبها الأهلي في الموسم الحالي، لا شك أنه كان شيء مهم جدا بعيدا عن المهاترات والكلام اللي بيتقال. يسير الأهلي بخطوات ثابتة على مستوى المسابقة المحلية بشيء أكثر من رائع. أيضا يمتلك الفريق حاليا مدير فني تتلمس خطواته بنجاح كبير ويسير في ترتيب البيت من الداخل. لم يصل الأهلي للمستوى المطلوب، وهذا الكلام هو دايما بأكد عليه، التوليفة الحالية دايما، وبيعمل تبديل وتوافيق بصورة أخرى في ظل ظروف دوري متلاحم في وش يعني انتقاد الأنفاس. أيضا كمان لسه تكتمل الصورة مع عودة دوري أبطال أفريقيا والمشهد اللي احنا شايفينه، لكن الفصل وانك انت تمتلك الجراءه وتيجي مثلا في مباراه امام البنك الاهلي من المنافسين اللي عطلوا الاهلي في الموسمين اللي مضوا وخسروه اكثر من 8 نقاط على مستوى الدوري، فتريح جزء كبير من اللعيبه وتلعب بتوليفه فيها عناصر جديده، ده برده على دير على قد السعر. يعني مدير فني امتلك برده شجاعه حتى في تغييراته، حتى لما الناس توقعت كان دايما المدربين السابقين في تجيب الصفقه تشوفها فخر السنه، اللي حصل المره دي لا، جبت الصفقه نزلت الملعب، عاوز لازم يبقى ايه هنا بقى من باب الثقه، وان انا جايبك ايه عارف جزء، انا جايبك عاوز ادور على حل في ظل الاصابات. لا، في شكل مميز، في روح مختلفه، في عاوز اقول في استقرار ودعم كبير جدا من اداره الكوره ومجلس اداره النادي الاهلي بيوفر، وكمان الدعم رقم واحد هو جمهور الاهلي العظيم الكبير الداعم بصوره اساسيه، اللي لو فتحت له البوابه يكون اضعاف المشهد اللي احنا بنشوفه. ان شاء الله نتمنى في رحله المغرب وللاهلي في المغرب، يمكن كان في 2014 برضه والمغرب برضه من باب التفاؤل والخير على دايما على النادي الاهلي، هناك ذكريات طيبه جدا، نتمنى ان شاء الله الاهلي يكون حاضر بقوه، خاصه مباراه الافتتاح ليست سهله كما يعتقد البعض، مباراه في غايه الاهميه، برضو فريق اوكلاند سيتي فريق عنده خبرات وتاريخ برضو في المونديال، فلا شك انه ان شاء الله يعني الوضع هيكون يعني مختلف، في امال كبيره، في طموحات للحفاظ على المشهد والصوره الجميله اللي كانت في اخر مونديال في ابو ظبي بالحصول على البرونزيه، ويعني هتبقى حاجه رائعه عندما يصير الان يتخطى العقبه الاولى والثانيه ويواجه ريال مدريد. ده اعتبرها نهائي، اعتبرها نهائي المونديال يعني لو حصل، وكتب ان شاء الله باذن الله تعالى التوفيق للاعيبه الاهلي والفريق في المشوار. واجهت ريال مدريد في حد ذاته هو ده المباراه النهائيه، ويكفي انك انت بتلعب مع بايرن ميونخ قبل كده وبتلعب مع ريال مدريد، دي من الحاجات اللي بتديك يعني مكاسب كبيره جدا وبتحط الصوره. وشفنا الاهلي عمل ايه مع بايرن ميونخ والشكل اللي اتعمل كان شكل مميز جدا. نتمنى التوفيق لبعثه النادي الاهلي ويسعدوا الجماهير في البطوله اللي انا شايفها مباراه بطوله حطت الفريق على المستوى والصعيد العالمي بشكل كبير جدا يعني. طيب استاذ محمود دخلنا بسرعه في البطوله، يلا سخن بسرعه ودخل في المباريات ووصلنا لماتش ريال مدريد. متمرن طيب مهم جدا اللعيبه تركز في اول مباراه وتنسى مباراه الريال، لان على فكره ده سلاح ذو حدين. طبعا حصل قبل كده في 2005 لما الاهلي كان لسه اول مشاركه في كاس العالم، كان كل تركيزه على مواجهه بطل اوروبا، ويس فجاه خسر الاهلي من اتحاد جده السعودي. لا هو طبيعي جدا طبعا ان انت بتاخد البطوله خطوه خطوه. أول مباراة عندك هي من وجهة نظري الشخصية هي النهائي، لأن هي اللي هتوصلك يعني صح. أنت لو لم توفق لا قدر الله في أي خطوة ده هيأثر عليك، وبالتالي مباراة أوكلاند سيتي هي زي ما بيقولوا المفتاح صح. اللي هيديك الشجاعة وهيديك الثقة إن أنت تكمل، وهو ده اللي هيوصلك يعني طبعا. فطبعا 100% أكيد الجهاز الفني كولر وجهاز المعاون عارفين الحقيقة دي تماما، وعارفين إن هم مش هيوصلوا لأي حاجة غير مع الفوز على أوكلاند سيتي. وزي ما الأستاذ محمود قال أوكلاند سيتي برضو يعني يمكن هو صاحب الرصيد الأعلى في المشاركات في كأس العالم للأندية، وبالتالي لازم تعمل له حساب كويس قوي، لأنه هو طبيعي جدا ان هو داخل كمان وهو يعلم اسم النادي الاهلي ويعلم قيمه النادي الاهلي، فهيلعبه بالشكل اللي هو عاوز يحقق قدامه
افضل نتيجه. دي حتى جزء من تدريبات اهو جانب مران اوكلاند سيتي في اسبانيا. هم كانوا في معسكر في اسبانيا قبل السفر الى المغرب. استعداد طبعا للمباراه. وصلوا امبارح. استعدادا لمباراه الاهلي. فبالتاكيد انه زي ما احنا عارفين انه الاهلي خطوته الاولى مهمه جدا، هم يعلموا ايضا ان الخطوه الاولى بالنسبه لهم امام الاهلي خطوه يعني لا غنى عنها، لازم البدايه بتاعتك تبقى بدايه هم قويه. هم متابعينك يا استاذ جمال، ومتابعينك طبعا. شاهد المدير الفني اتكلم، اللي انت المدير الفني قال كده 100% يعني. ده هو لو جاب جدول المشاركات هيعرف قيمه الاهلي ايه ومشاركاته قد ايه، وعارف ان هو ممثل الكره المصريه الوحيد في كاس العالم للانديه. الكره الافريقيه يعني الكره المصريه والافريقيه هو الفريق الابرز. ومش هقول بقى ده على اوكلاند سيتي، لا هقول ده على ريال مدريد كمان لما يجوا يدرسوا ويشوفوا، ما هو مش هيقدر يغمض عينيه. ما انت عندك ولا يخبر. انت عندك بعد اوكلاند سيتي المواجهه الاصعب مع سياتل الامريكي. أيوة. سياتل الامريكي ده عامل معسكر في ملقا على فكره، برضو بيستعد في اسبانيا، برضو في اسبانيا برضو طبعا. عشان اجواء ايه اجواء المغرب 100% طبعا. فانت زي ما انت اكدت كده على الجزئيه دي، واحنا متفقين عليها، انه بامانه شديده قدره مارسيل كولر في تجهيز لعبته لتجاوز عقبه اوكلاند سيتي هي مفتاح طبعا المشوار والبطوله، لان طبعا. انت تجاوزت اوكلاند عندك مواجهه يعني شرسه مع فريق امريكا مش سهل. يعني انا سمعت يعني سمعت تحليلات فنيه لي وقريت جزء عنه، لا فريق عناصره بتلعب مع بعض لاكثر من 10 سنين مكتملين، ولياقه بدنيه عاليه، ولياقه بدنيه عاليه جدا، جري في الملعب زي ما انت عايز تقول، يعني اكيد هيبقى الوضع ايه. انت اصل انت في مرحله انت بتلاعب ابطال القارات، فبالتالي لابد ان انت تحترم كل المنافسين، يعني ان انت بقدر ما تحترمهم بقدر ما تقدر، اولا هتدرسهم كويس بقدر ما تقدر، تحدد ازاي تتغلب عليهم. دي مكاسب انا شايفها على فكره، يعني مباراه اوكلاند مباراه ساتل امريكا انا شايفها مكاسب واستعداد جيد لانطلاق دوري ابطال افريقيا على فكره. اكيد يعني مع أكيد. الدوري مع التكمله بترفع الحافز والاستعداد، لانك انت هتشوف كميه جري مع الانديه دي غير طبيعيه. يعني لا والوقت ضيق ما بين المباريات، ما عندك ما بيديكش ده 3 و1 و4 بس. نقدر نقول برضو انه النادي الاهلي الحمد لله اصبح عنده خبرات متراكمه رغم اختلاف الاجيال. يعني انت لما تيجي من اول بطوله شارك فيها الاهلي لكاس العالم للانديه 2005 هتلاقي نجوم اختفوا وكانوا متالقين، ظهر بدلهم نجوم اخرين، والان ظهر اجيال جديده. كل ده على فكرة برضو متوارث. يعني النهاردة اللي بيتفرج على أول مرة الأهلي شارك في كأس العالم للأندية هيشوف أبو تريكة، هيشوف عماد متعب، هيشوف وائل جمعة. فهو هيبقى عنده الرموز اللي هو عاوز يتفوق عليها، يعمل إنجاز أو يعمل زيهم. إنجاز زيهم. وبالتالي هي الاستعدادات، ومن خلال قراءتك برضو لمارسيل كولر تحس إن هو راجل، انا من اول ما جه والله ويمكن احنا متفقين على كده، ان هو عملي جدا وبيشتغل في حدود المتاح عنده، ما بيشكيش من حاجه. يعني حتى لو عنده نقص في مركز معين هو بيشتغل على اللعيبه اللي موجوده في هذا المركز. يعني احنا زي ما شفنا مثلا في لعيبه استفاقت معاه زي محمود متولي، محمد هاني مؤخرا، حتى مثلا حمدي فتحي بقى عنده ادوار، في تطور، ادوار جديده. وفي احد الناس اللي كانوا متواجدين بالظبط، الشحات تطور مستواه. يعني هو بيقول لك يعني من الاقوال الشهيره عنه ان هو بيشتغل مع كل لاعب وكانه لاول مره بيشتغل تدريب. يعني ما عندوش فيه لاعب مثلا لا ده مستواه مش كويس، ما فيش حاجه عنده كده، هو بيركز عليه وبيطلع افضل ما عنده. ودي ميزه، يعني دي اللي مخليه برضو رغم الهجوم الشرس اللي ملوش اي مبرر على النادي الاهلي. انما النهارده الاهلي وصل نهائي كاس مصر، متصدر الدوري بفارق عن الاقرب ست نقاط عن فيوتشر، عن اقرب المنافسين عن فيوتشر، ماشي في دوري ابطال افريقيا، وواصل كاس العالم للانديه. وكاس العالم للانديه السنه دي تحديدا لها طعم خاص،
عدالة السماء. أيوة، لأنه لأنه بالفعل الأهلي اللي بالفعل ظلم في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير. طب أخذ من كلام حضرتك أستاذ جمال اتفضل، وأسأل أستاذ محمود، يمكن الأشقاء في المغرب حتى النهاردة الصبح كنت بتكلم مع عدد كبير منهم بيتكلموا على إن عدالة بس السماء. بس هو عفوا هو ظلم برضو عشان نوضح، مش من المغرب، لا لا الأمر بعيد عنه، هو ظلم من طريقة الاتحاد الأفريقي لملف وإقامة النهائي. بالضبط عشان برضو نأكد على المعلومة. أكيد أكيد لكن ظلم من هنا وظلم من هنا قبل ما يصلح من الكاف. صح والله عندك حق جدا يعني. استاذ محمود راجع ايوه لا راجع مصحصح لهم الحمد لله. طب الاشقاء في المغرب بيتكلموا على ان عداله السماء يمكن الحمد لله يمكن سمحت للاهلي انه يكون موجود في البطوله بعد الموقف اللي اتعرض له في الفتره السابقه، ولكن في نفس الوقت بيقولوا ان المواجهه الاولى للاهلي نزهه، كلهم هناك بلا استثناء بيأكدوا على انها نزهة. هل الاعلام هناك وتأثيره على الفريقين في بداية البطولة ممكن يؤثر بشكل سلبي على اللعيبة لما تشوف ان الاعلام المغربي او كل الاشقاء بيتكلموا عن ان الاهلي دي في نزهة لبطل افريقيا، اكيد كلنا بننتظر نصف النهائي مع الريال وممكن كمان الوداد يواجه فلامينجو. التنويم التغطاطي لا هم شايفين ان ده الطبيعي. لا هل الكلام ده ممكن يؤثر بالشل هم بالسلب؟ ممكن طبعا. لا هو بيديك انت تاثير بالسلب يعني انت بيخليك ايه يعني. لا طبعا ممكن نسيت. لا له كل الاحترام لو صدقت تاريخ لو صدقت الكلام لو انت صدقت كما اعتقد انه الاهلي و يعني عاوز اقول لك ايه لما تيجي تاخد الكلام بالمنطق ما يتعرض له الفريق مثلا على الصعيد المحلي من حجم تشويه من طرف المنافس التقليدي بتاعه واطلاق عبارات جارحه وقويه يعتقد انه هو المنافس انه حاول ينال من عزيمتك ويقول لك الفريق فاضي وفريق فاضي ويتغلب بالاثنين والثلاثه والفريق فاضي ويتغلب بالاثنين والفريق فاضي يبقى خلاص عرفنا مين الفريق الفاضي يعني المجمل مش بالكلام. المجمل انك انت بتحترم نفسك وبتحترم المنافسين ليك بتنزل مدي قدر لكل واحد وتبقى شايف المباراه عامله ازاي. واعتقد انه الاهلي في مواجهتك هيدي له كافه الاحترام لانه اكيد متابع وهناك مدرب اجنبي عنده خبرات برضه فاهم يعرف يجهز اللعيبه. لذلك واجب على اللاعبين والكابتن سيد حفيظ ان يكون هناك حذر كبير جدا وعدم نساء ان اوكلاند سيتي وجاي من كره مش لا خلاص كرة القدم لم يعد فيها كبير وصغير. كرة القدم تكسرت فيها القيود وتحطمت فيها كل التوابيت وما حققته المغرب في مونديال قطر كان شيء يعني أكثر من رائع ولم يتوقعه كثيرين جدا بدليل أنك أنت لولا ما حدث في المباراة فرنسا وضربتين جزاء وكلام كبير جدا يتقال والتحكيم كان عليه علامات استفهام لكن هي دي اللي حصلت والمغرب عدت وحققت ووصلت إلى ما لا يحلم به أي منتخب عربي أو منتخب أفريقي وتجاوزنا كسرنا باقي معانا نقطة. بليه رحمة الله عليه الله يرحمه عاد قال لك في سنة 70 بتاع من تصريحات اللي ليه فترة قال لك في منتخب أفريقيا يفوز نبؤته ان منتخب افريقيا هيجي وقت يفوز بكاس العالم. خلاص الوقت المنتخب بعد ما الدنيا قربت كان عندنا امل يبقى عندنا فرقه في المغرب المغرب كل الاجواء لكن اللي اتعمل ده شيء كويس جدا. الكره الافريقيه هي هنا عندك ايه انت تاخد من تجربه المغرب وتبني عليها. الاهلي ليه تجربه في ابو ظبي كانت المباراه الافتتاحيه مع بطل المكسيك بطل المكسيك وكان الفريق من بدون 11 لعيب لاعب محمد العربي مركز الدفاع. انا بقول لك اهو هنا انك انت لازم تاخد من الحاجات دي وتبني عليها انك انت مباراه اوكلاند دي مباراه مفصليه ما فزتش خلاص هتروح يعني الموضوع انتهى بالنسبه لك مش يعني خلاص فاعتقد انها مباراه في غايه الصعوبه. انا من وجهه نظري ليش دعوه بالناس اللي بتقول ده فريق سهل وفريق لا ما فيش فريق سهل لو فريق سهل ما كانش يجي هنا بالظبط يعني ايه السهل مش هيجي هنا فاعتقد انه الثاني كمان سهل برضو لما يفوز لو انت استهترت بيه لو انت استهترت بيه طبعا حتى لو سهل لا حتى لو انت استهترت بيه تحمل ما يجرى لك فاعتقد ان هم الزملاء في المغرب شايفين يعني الكوره وبتاع وهم بيتكلمهم بصوره بيحاول ايه ممكن بيحاول بايه يعني يقول لك يعني انت خلاص خدت ماتش وهتلعب مع سياتل في بتاع ده في المباراه الثانيه في المحطه الثانيه وبعد كده لو صعدت هتروح لعب في ايه نصف النهائي مع يعني ريال مدريد. لكن انا شايف انه اوكلاند سيتي هي رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه بالنسبه بعد ما عدي من اوكلاند افكر في ايه سياتل الامريكي. في سياتل الامريكي. طب نفاذ تذاكر المباراه الاولى ودي كانت مفاجاه يمكن النهارده برضو عرفت من خلال متابعتنا ان تذاكر مباراه الاهلي اوكلاند سيتي على ملعب النطوطه في طنجة وده ملعب كبير مش ملعب صغير يمكن بيسع على حوالي 60,000 متفرج نفاذ التذاكر بالكامل
لا ده اولا انا بعتقد لا شيء متوقع طبعا، لانه معلش هو طرف المباراه احدهم هو بطل افريقيا الاكثر تتويجا في افريقيا، واعتقد ان الاخوه المغاربه يعلموا جيدا ويتابعوا اخبار النادي الاهلي، فهو هو برضو كان النادي الاهلي بيلعب في بلده طبعاً. يعني على الاقل عندما على الاقل لما مش هيقابل الفرق المغربيه هيكون اساسي يعني في الحضور، فطبعا 100% في اقبال، والشعب المغربي برضو يعشق كره القدم وعنده بطوله في 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 بلده 100% عاوزها تنجح، فبالتالي لازم يقبل على شراء التذاكر والحضور يعني. اكيد ليك تعليق اكيد يا استاذ محمود. انا شايف برضو العلاقه ما بين لا بالعكس انا شايف انها والله لا العلاقه ما بين مصر والمغرب وما اظهره المصريين في مونديال قطر مع تشجيع المنتخب المغربي وكانه طبعا زي المنتخب طبعاً. المصري شيء اكيد انا عجبني جدا كثير من اليوتيوبر المغاربه كانوا بيتكلموا على اللقطه دي وركزوا عليها وكانوا منبهرين شايفين المصريين عاملين ازاي حجم الارتباط. وعاوز اقول يا جماعه مهما حدث علاقات الشعوب اكبر مما تتخيل، يعني في هناك علاقه مميزه وخاصة بيننا وبين المغرب وبيننا وبين المغرب الكثير، يعني ايه صلات قول زي ما انت عايز، ويكفي من المغرب ان جاء اولياء الله الصالحين وسكنوا المحروسه ونقدر نقول لك في التاريخ ونحكي في الجزئيه دي، لكن بيننا وبين المغرب كتير جدا زي ما بيننا وبين الجزائر وتونس صحيح. لا لكن المغرب في حاله، احنا بنحب يعني متابعتنا للكره المغربيه شفنا تاريخ ومواجهات كبيره جدا يتقال فيها، فما ظهر في حجم حب الشعب المصري ومساندته للمغاربة للأشقاء في مونديال قطر سواء في القطر سواء هنا في مصر واللي شفنا الشوارع كانت عاملة ازاي والفرحة الكبيرة جدا بأمانة جديدة، أعتقد أنه النادي الأهلي هيحظى بترحاب، هيحظى بمساندة، هيحظى بأنه ما يقدمه من كرة القدم. لا شك الأهلي كبير، الأهلي بسمعته مش عاوز أقول الأفريقية، لا بما وصل إليه من محطات اسم معروف وموجود يتردد وله صداه الطيب المقبول، فأعتقد أنه إن شاء الله هتكون بطولة مميزة مثل ما كانت أبو ظبي بطولة فأل خير. أعتقد إن شاء الله في المغرب سيكون للأهلي صولات وجولات بإذن الله تعالى، ويحقق المأمول بتحقيق والاقتراب من الميدالية والحفاظ على الأهل على الميدالية البرونزية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طب الثوب العالمي نعم، يمكن الاختلاف ما بين صورة بعثة الأهلي النهاردة بالسنة اللي فاتت باللي قبلها ب 2005 نعم. أنا مش هنسى صورة 2005 كانت بالبدل كده قدام جهاز الكرة في المبنى اللي هو قبل ما يتهد وتنتقل للمكان التاني، دايما صور الاهلي ورايح كاس العالم كده بتحس ان هي صور مبهجه. شوف النادي الاهلي بيدي كل حاجه حجمها الطبيعي، بمعنى انه احنا دايما بنقول وهذا كلام لا 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 ندخل الاهلي، انا شخصيا ما بحبش ادخل الاهلي في مقارنه مع الاخرين ايا كان الاخرين، كل واحد يشتغل زي ما هو عايز، انما الاهلي بيدي الاحداث دي كل حاجه على حجمها، فطبيعي جدا ان مظهر الفريق وطريقه سفره طريقه سلوكياته تعاملاته، ما هي دي كلها برضو في النهايه بتعبر عن صوره عنك. طبعا بتعبر، وانت مش رايح مجرد ان انت رايح تلعب ماتش او ماتشين او ثلاثه تكسبهم وخلاص، لا فعلا زي ما بنقول دايما ودي حقيقه انه الرياضه وسيله، يعني هي سفاره بلا سفي يعني متحركه سفاره غير رسميه، لان انت لما دايما كل هي يعني سفير بلا سفاره رئيس. لا كل هو هي سفاره هي سفير كل بلا الدول سفارة. كل الدول زي ما انت بتقول كل كل الدول اللي بيروحها النادي الاهلي بنشوف على طول مدى الاشاده اللي بيتمتعوا بيها في السلوكيات طبعا الشارع طبعا. في الملعب لان ده كله قيم متوارثه، ومعرفش الناس بتزعل ليه لما بنقول انها قيم وانها مبادئ. انا مش شايف يعني ما اصل كل واحد من حقه يبقى عنده مبادئه وعنده قيمه، اعمل يا سيدي القيم والمبادئ بتاعتك من غير ما تجيب سيرتي. يعني انت عندك قيم ومبادئ فعلا ان انت بتشارك وتشرف وتظهر بشكل محترم، ده يضايق حضرتك في ايه؟ مش عارف ما يضايقكش انت المفروض. انا على المستوى الشخصي والله مش عارف ايوه ما انا مش قادر افهم بصراحه. لا انا معلش انا بدوس عليها عموما ليه؟ لانه ايه اللي يزعلك ان انت تطلع يبقى لك فريق زي
احدهم مره لما قال ان الاهلي الله يمسيه بالخير بقى لا يمثل مصر. يا عمي لا يمثل مصر ازاي؟ هو الاهلي ده مش نادي مصري من اكبر الانديه المصريه. لا يمثل مصر يعني امال هيمثل مين؟ يمثل يقول لك لا بيمثل نفسه. نفسه طب ما هو اللاعب اللي بيشترك في اي بطوله عالميه الاولمبياد بيمثل نفسه؟ طبعا. ولا بيمثل بلده؟ بيمثل بلده طبعا. هي هربت منه. هي بتهرب من ناس كتير بس هي الفكره يعني. احنا لازم نؤكد على ايه؟ ان احنا لازم نبقى سلام نفسيا، يعني في حاله وئام نفسي. انت بتتكلم على الحاجه اللي انت بتشوفها. عشان كده انا بقول حته المظهر ده مهم. ليه؟ انت كمواطن حتى عادي ومسافر المغرب او تونس او ايطاليا او فرنسا، سلوكياتك مش بيتقال ان ده مصري؟ اكيد. انت لوحدك وانت ماشي وتعاملاتك العاديه طبعا. فايه بقى مفيش حته مبالغه خالص، يعني مفيش مبالغه لما تقول ان مظهرك وسلوكك بيعبر عنك. طبعا. ويعبر عن بلدك. طبعا طبعا. انت سفير بلدك. سفير بلدك ماشي على رجليك كده. وانا بقول لك والله في سفارات كتيره لما كنا بنسافر كانوا بيبسطوا جدا مننا احنا لما نتعامل كويس مع اهل البلد. يعني انا اذكر انه ناس كتيره كانوا بيقولوا لنا والله بيعتمدوا علينا كمان في يعني في فتره اللي هي كان فيها توتر شويه ايام كاس العالم. تصفيات كاس العالم مع الجزائر. لا اللي هي كانت مع الجزائر. كان في توتر بعد سنه 90 رحنا كاس الامم الافريقيه بالفريق الاولمبي. سنه 90 ايام الكابتن الجوهري. الكابتن الجوهري نظمت كاس عالم 90. الكابتن الجوهري قال احنا مش عايزين نشترك، هنشترك في مباريات اخرى اوروبيه استعدادا لكاس العالم. فسافر المنتخب الاولمبي بقياده الكابتن المحترم ربنا يشفيه كابتن هاني مصطفى و اربعه من اللعيبه الكبار. تمام. قدامنا بس على الشاشه اهو، يمكن هنبدا بقى مع بعض نشوف اللقطات الحصريه من مقر النادي الاهلي في الجزيره، ويمكن ده تحرك البعثه ان شاء الله من مقر النادي في الجزيره بعد اداء التدريب الصباحي والتحرك الى مطار القاهره. شفنا طاهر محمد طاهر، محمد هاني، دكتور احمد وفائي. طبعا ده الزي الرسمي للفريق وللبعثه كله بنفس الزي. ميشيل يانكو مدرب الحراس. ان شاء الله باذن الله على بركه الله، يعني ان شاء الله تكون رحله موفقه. محمد ضو كريستو اللاعب التونسي. طبعا فرصه بقى الناس بتشوف اللقطات، فكل واحد عايز يعرف مين اللاعب اللي مسافره القائمه النهائيه. يعني لسه يا جماعه القائمه النهائيه ان شاء الله لسه يوم 30، وزي ما اكدت النادي الاهلي ان شاء الله يمكن مسافر بحوالي 29 لاعب. في 23 هيتم تسجيلهم على السيستم بشكل نهائي يوم الاثنين اللي جاي بعد بكره ان شاء الله. لكن طبعا لازم تسافر يعني من 3 إلى 6 لعيبه زياده، عشان لا قدر الله لو في اصابات او في اي ظروف طارئه لازم اكيد لازم تكون محضر نفسك لاي جديد، لانك كمان الرحله مش دايركت للرباط او لكذا، لا انت رايح طنجه ومن طنجه هتاخد حافله تطلع على تطوان، فرحله هيبقى مرهقه شويه للبعثه. كابتن ماهر عبد العزيز المدير الاداري هيكون مسؤول عن كل الامور الاداريه كجهاز اداري مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. كمان قدامنا هو الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، مروان عطيه احدث الوجوه المنضمه من الاتحاد السكندري لاعب خط وسط النادي الاهلي، خالد عبد الفتاح. وخالد عبد الفتاح على فكره خالد عبد الفتاح ومروان عطيه الاثنين تيبك، لازم حد يغير بقى يعني يغير في حاله الشعر. لا يغير الشعر الفورمه الفورمه صح والله بالظبط كده. خالد عبد الفتاح يمكن خالد ظهر بشكل كويس في المباريات الاخيره، لعب مساك في مباراه الزمالك ولعب في مباراه البنك الاهلي بكراي وفي الشوط الثاني لعب باك ليفت يعني الحمد لله. يمكن صفقه موفقه يعني. محمد هاني، عمرو السوليه، استاذ محمود، استاذ جمال، يعني شاركوني كده معايا وشايفين اللعيبه. عمرو السوليه. مروان عطيه شفت الاثنين فعلا قريبين من بعض ورا بعض ده حتى في الصوره الاثنين كانوا مع بعض. لا انا متهيألي قصه الشعر برضه ملخبطه الدنيا والاثنين من اسكندريه الاتحاد وسموحه طبعا يعني مش عارف كده. كابتن محمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. دكتور عبد المجيد طبيب النادي الاهلي والاخصائي التاهيل. برونو سافيو اللاعب البرازيلي كمان موجود مع بعثه فريق النادي الاهلي، ربنا يكرمهم ان شاء الله. محمد عبد المنعم اهو قدامنا كمان في الصوره،
كان محمد عبد المنعم ومحمود متولي يمكن الحمد لله يمكن كانوا فتره بعيد عن المباريات. متولي كان بسبب الانذار، لكن عبد المنعم كان عنده اجهاد عضلي لكن شارك في التدريبات الجماعيه قبل يومين، فالحمد لله هيكون لائق وجاهز ان شاء الله لمباراه اوكلاند سيتي. استاذ جمال اتفضل. نكمل كده قدامنا يمكن الصوره والناس كلها شايفه. فبقول لحضرتك يعني المظهر يكمل الجوهر، وانا بتفق مع الاراء اللي بتقول النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه للتفوق ولاحراز القاب جديده، يعني بعد ما اخذ البرونزيه 3 مرات اكيد وضع طبيعي جدا انه يبقى طموحه ان هو ياخد الفضيه وياخد الذهبيه، وليس حراما وليس عيب، يعني ان هو من حقك الطموح من حقك. لكن مع كل ده انا بعتبر ان وصول الاهلي الى كاس العالم للانديه ومشاركته 8 مرة ده في حد ذاته يعني شيء يحسب لكل الاجيال اللي جت في النادي الاهلي. اليو ديانج ومحمد اشرف لا في عدد كبير من اللعيبه لسه كمان عايزين نطمن على كوكا، نطمن على حسين الشحات، يعني نشوف ان شاء الله. الناس جايه من بعيده لسه هو كمان حمزه علاء متولي. محمود متولي يمكن قائد خط الدفاع اللي ظهر بشكل كويس جدا في هذا الموسم مع مارسيل كولر. الحمد لله يعني ابرز ربنا يعني هو ربنا كفؤ على صبره على الاصابات طبعا، وحجم الاحباطات اللي تعرض لها طبعا. لا شك اي انسان مر بظروف زي ظروف محمد ممكن يبطل كوره يعني. يعني عاوز اقول لك انه برضو الحمد لله ربنا يعني كرم ومن عليه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره طبعا بقى اخر الترتيبات مميز طبعا اخر الترتيبات بقى للكابتن سيد كمان كمدير كوره، ويمكن في تنسيق بيتم كمان مع الاتحاد الدولي وفي منسق من الفيفا هيستقبل البعثه 100%. مهندس خالد مرتجي كالعاده يعني الدور والتنسيق مع الفيفا. خالد مرتجي تاريخ في علاقاته بالفيفا علاقات متميزه، وده من حبه عنده حلقه اتصال شيء مهم جدا على فكره. الحاجات دي بتبقى موجوده في الانديه الكبيره ان يبقى عندك تواصل مع الجهات الدوليه بشكل. وخالد مرتجي من النماذج المميزه جدا لانه يعني مثل مصر في الفتره من الفترات كبيره جدا في لجنه الانديه بامانه شديده يعني. ومن الكفاءات اللي اثبتت نجاحها، واتمنى انه الاهلي يحافظ على مثل هذه الامور ويكون هناك كمان مع خالد مرتجي 1 و2 و3 و4 في كثير من المناحي الدوليه. وده تخريج كوادر طبعا تخريج كوادر لانه ده شيء مهم جدا انك انت تبقى متواصل يبقى عندك علاقات، وده ما بيجيش من فراغ، ما هو ده بيجي نتيجه نجاحات نجاحات انت بتحافظ عليها وبتبذل فيها جهد كبير جدا، ما بتشغلش نفسك باللي حواليك، انت شاغل نفسك بانك انت تتجاوز وتصلح محمود عيوبك ومشاكلك. طبعا محمود عبد المنعم كهربا موجود في قائمه الاهلي ان شاء الله ومسافر مع الفريق الى المغرب لكاس العالم للانديه. علي لطفي دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ورئيس الجهاز الطبي، يعني ان شاء الله باذن الله تكون رحله موفقه ان شاء الله. وفي شياكه كده يا استاذ محمود في الصوره. لا في اختيار موفق في اختيار موفق كده اختيار للزي اختيار موفق للزي ما بين الكاجوال وال غير بس الرسمي. نفس الستايل ما بين الكاجوال والفورمال طبعا بالظبط اللونين يعني اللونين. نفس الالوان بالظبط. ياسر ابراهيم طبعا مدافع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون خط الدفاع يعني جاهز بشكل كويس. عندنا ياسر، محمود متولي، محمد عبد المنعم، في رامي ربيعه، يعني عدد كبير جدا من لاعبي خط الدفاع. ايمن اشرف كمان من كباتن الفرقه طبعا ان شاء الله. وياسر من الناس اللي تالقت في كاس العالم للانديه في طبعا في الهلال الهلال. انت وقتها كان عندك يعني محمد عبد المنعم كان المفروض جاي اعاره من فيوتشر بس كان مع المنتخب ايوه فما استفدتش بيه بالظبط. كان ساعتها كمان كان مين موجود؟ كان اعتقد ايمن اشرف كمان كان موجود مع المنتخب طبعا. فانت استفدت ساعتها الستة ما عرفتش انت جبت جوم يوم المباراه الثانيه اللي هي كانت مع كان مع الفريق البرازيلي كان مع الفريق البرازيلي بالميراس وشارك منهم جزء وما يعني كان لسه من حاله الاجهاد والسفر واتعمل الفيلم كان بدل من لعيبه بيجوا من الكاميرون على ابو ظبي نزلوهم القاهره واخروهم حوالي 12 ساعه وبعد كده ركبوا بعد كده طبعا حجم الاجهاد كبير جدا. لا ما كانش فيه تعاون حتى من اتحاد الكره وقتها. تعاون ايه بس تعاون ايه بس ده حتى بس يسيبوك في حالك ده مش تعاون ده يعني عارف لو سابك في حالك ما يحطلكش عقبات بس سابك في حالك يبقى انت عديت يبقى انت عديت. على فكره الاتحاد المغربي فتح مجمع محمد السادس في سلا في الرباط لفريق الوداد يعمل معسكر ويستعد
للبطوله. اه طبعا، وده المكان ده معسكر للمنتخب المغربي. اه طبعا، الاتحاد المغربي وفره لنادي الوداد زي ما اتحصل في نهائي افريقيا بالظبط. احنا بنقول لك ادينا اهو، قلنا لك احنا لما تيجي تتكلم لا تستطيع انك انت تلوم واحد زي فوزي لقيع على اللي بيعمله، هو حد بلده يخدم بلده، وبعدين ده مسؤول. آه، مسؤول في بلده. يعني عندي هو رئيس نادي وخد الكونفدراليه وحافظ على ونفذ الوعد اللي طلب منه انه البداية يبقى البطل. أوه، تحت اي ظرف استغل كل الامكانيات والعلاقات بتاعته انه يحط. ما تلومش انت، لوم نفسك، لوم نفسك على المشهد. يعني ايه بغض النظر على اللي حصل، انت يعني المساله تحولت، ما اصبحتش مباراه كوره، اصبحت خلاص بره الملعب، مساله بقى صراع. ونتيجه الصراع لا انت هتقدر تمنع اللعيبه انه يوصل لهم ظروف الحدوته، لا كان تحت وتقول افصلهم ما افصلهمش والكلام ده. الحمد لله برضه الحق يعني، لكن يعني سبحان الله الحمد لله. على كل حال رحت هناك خسرت، طبيعي جدا هتخسر، طبيعي جدا هتكسب. يعني المكسب الدايم مش يعني مش، لا يبقى يعني مش على طول تكسب، لازم هتخسر، لانه من الخساره بتتعلم من اخطائك عشان ترجع اقوى. اهم حاجه انك انت تستفيد من اللي حصل وتقف تدرس المشهد اللي تعرضت له في نهائي افريقيا اللي فات، وتشوف تراجع حساباتك وشوف الخطا كان فين والحدوته كانت رايحه ازاي. واكيد ده درس، وده الدر اكيد يعني. لا ده لازم يبقى محطوط في فايل ومحفوظ ومدروس، المشهد كان عامل ازاي واتعمل عليك الجيم ازاي، يعني اترتبت ازاي عشان انت الهدف ايه. يا عم هو عاوز ياخد كل حاجه، عاوز ياخد كل حاجه، انت طماع على فكره، عاوز ياخد افريقيا وعاوز، انا عاوز ياخد كل حاجه يعني. حتى لما انت مثلا الدوري، مثلا خسرت الدوري مره وخسرت الدوري مره الثانيه برضو خلاص، حتى لما برضو انت سكت وفي اخطاء والكلام ده واتكلمت فيها مره واثنين، لكن ايه الكل تجاهل، ما خلاص بقى سيب غيرك. ماشي اوكي، معنا اللي عاوز ياخد ما ياخد، بس ياخد بايه؟ ياخد بالمنطق وياخد في الملعب ويلعب ويثبت، لانه دايما الفيصل في الحدوته دي انه كلمني على مواجهات المستطيل الاخطر، ما تكلمنيش على اللي بره. صح، فاعتقد انه كانت تجربه مهمه جدا. لكن سبحان الله تلف الايام واتخذ قرار ويعود الاهلي للمشهد، وهذا يكفيك عليك انك انت يعني ربنا سبحانه اداك الفرصه اهو، وكان انت عندك طموح سبحان الله فجات لك مره ثانيه. اثبت بقى، اثبت انك انت كنت تستحق انك انت تصل، تستطيع انك انت تتجاوز مباراه اوكلاند سيتي، مزيد من التركيز والهدوء والاحترام للمنافس. ولما تتخطى، بعد ما تتخطى يحلى الكلام مع الفريق الامريكي، لانه يعني برضو كل مباراه ولها ايه؟ لها ظروفها، ولها ظروفها. على فكره مباراه ثانيه دي هتبقى مباراه صعبه جدا. صحيح، شوف فرقه كميه جري، ها يعني على حصنة يعني. هل ممكن نتائج الفرقه دي في الدوريات المحليه عندها تكون معيار او مقياس الزمالك؟ لا، انا رايي اولا هو زي ما اتفقنا انه كل الفرق اللي وصلت الى كاس العالم للانديه هي فرق بالتاكيد فرق قويه ومتفوقه. اه طبعا، يعني اصل انت هتختار ايه يعني؟ حتى لو ترتيب مثلا بطل امريكا متاخر في الجدول حاليا، حتى لو ترتيب اوكلاند سيتي مثلا، لا طبعا مش معيار خالص. مش معيار طبعا، لانه هو في النهايه يعني لا قدر الله لو كان الاهلي ترتيبه السنه دي مش كويس في الدوري، هل ده كان هياثر على ادائه في دي بطوله ودي بطوله؟ يعني هو لما يسافر اي فريق بيمثل بلده ويمثل قارته يبقى 100% بيعمل لها استعدادات خاصه، وقد يكون عنده في ظروف البلد الدوري المحلي ظروف ضده مثلا يعني افرض مثلا الحكام مش عاجبهم في اي بلد، فخلصوا على محمود صبري او خلصوا على جمال او خلصوا على محمد سعيد. الحكام ولا اللجنه تفرق؟ ربنا يستر بقى من اللي جاي. يعني احنا كنا الدنيا ماشيه لغايه ما حصلت الكوارث دي. لكن في النهايه اللي انا عايز اقوله انه مش معنى ان في فريق ترتيبه الحالي اقل من المتوقع انه ده خصم سهل او منافس سهل، لازم هتلعبه برضو على انت بتلعب اسمه ومستواه برضو. لكن خلي بالك هو بيستنفر كل الطاقات اللي جواه. اه طبعا، لأنه بطل، ده بطل، وبعدين رايح يمثل قارته او دولته المنطقه دي كلها. يعني ما هو انت يعتبر بطل الكونكاكاف صح؟ بطل اللي هو بطل امريكا ولا؟ امريكا. بطل الكونكاكاف. بطل الكونكاكاف. عاوز افكرك بحاجه يا زلمه، اتفضل. احنا لما لعبنا كاس القارات مع جيل مع الكابتن حسن مشحات والجيل الذهبي للنادي الاهلي،
وعملنا مباراة مع البرازيل مهمة جدا 4-3 البرازيل وإيطاليا، والبرازيل فزنا على إيطاليا 1-0. لما رحنا واجهنا منتخب أمريكا خسرنا كام؟ 3-0. طب خسرنا ليه؟ لأنه إحنا نظرنا وبصينا للمنتخب الأمريكي على إنه منتخب إيه؟ أمريكا ما عندهاش فكرة. لا لا لا، ده أقل من دول، منتخب أمريكا إيه؟ فأنت اتفاجئت بأداء بدني ملوش حل. أنت بقيت قاعد تتفرج في الملعب أنت مش عارف تجري قصادهم. صح. فده لابد أن يكون في حسابات الجهاز الفني للأهلي. صح. لأنك أنت هتواجه فريق عنده كمية جري كبيرة جدا، وبرضه عاوز أقول إن أنا إيه؟ أنا ما جيتش هنا كده، لأ ده أنا جاي عشان هلاعب ريال مدريد. فأنت مباراتك معاه، لا إن شاء الله يعني بعد تخطي عقبة بإذن الله تعالى بتخطي أوكلاسيدي، مباراة برضه هتبقى نهائي تاني. بس في مشكلة. الفرق الزمني 48 ساعة. يعني هتلعب الأربعة، هتاخد الحافلة بعد الماتش ترجع تتوان تاني. تتمرن خميس. ويوم الجمعة تاخد الاوتوبيس وتطلع تاني على طنجة. ايوه ماشي، ما هو الناس تلعب كلها عارفة تلعب السبت. الناس كلها عارفة الجدول يا استاذ محمد. ما انت بقى هنا بقى دور بقى دور الجهاز الفني بقى. الجهاز والبدلاء اللي عندك اللي انت ممكن تستفيد منهم، اعداد الفريق ايه؟ الاستشفاء ازاي في الوقت السريع ده او الوقت الضيق ده؟ طيب كل ده بيفرق يعني. قدامنا هو يمكن حافلة النادي الاهلي اتحركت من مقر النادي الاهلي في الجزيرة وفي طريقها الى مطار القاهرة الدولي، زي ما قلت لكم طالعين اهو كوبري اكتوبر، طالعين كوبري اكتوبر، كل حاجة يمكن محسوبة بالساعة وبالدقيقة وبالثانية. يمكن التدريب كان الساعة 11 الصبح، الغداء كان حوالي الساعة 2 الظهر، التحرك دلوقتي الساعة 3، والتواجد في المطار حوالي الساعة 3:30. يعني كل حاجة محسوبة بالوقت وجدول معد ان الطيارة تتحرك الساعة 5 توصل المغرب ان شاء الله الساعة 10 بتوقيت المغرب. طبعا لا طبعا ما شك انه يعني اولا بسم الله ما شاء الله ربنا ان شاء الله يحفظ الجميع ويرجعهم ان شاء الله بالسلامه باذن الله تعالى. ان شاء الله يعني باذن الله تعالى يفرحوا جماهير الاهلي وجماهير الكره المصريه ويعملوا اداء يشرف الكره المصريه، وعندنا امل ان احنا يبقى عندنا امل في المستقبل إن شاء الله. لا شك انه يعني ان شاء الله يكون تواجد الاهلي شايفين بقى يا جماعه الجمهور بيشجع اهو. طبعا عاوز اقول انه افتكروا اول ميداليه للاهلي في 2006 اللي اتعمل فيها الاتوبيس الباص المكشوف من استاد القاهره. لا ده بص يعني ممكن طبعًا يعمل حادثه او يخبط، بس بص عايز يفضل ورا الاتوبيس يشجع ده بايع نفسه. يعني لا شك انه ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يكون بدايه خير، رحله ان شاء الله موفقه لبعثة النادي الاهلي ان شاء الله. لا شك انه طبعا ده كله ده بيصب في صالح اكتساب الخبرات. احنا لما وصلنا واستطعنا يا استاذ جمال في مرحله كابتن حسن شحاته وصلنا سيطرنا على الكره في افريقيا لثلاث بطولات مختلفه 2006 2008 2010 ولم يكتب لنا التوفيق في الوصول للمونديال ماشي بشيء او باخر او باخطاء مننا بعدم الاستعداد لا وبرده كان فيها مؤامره شويه. عايز اقول لك ما جاش الكلام ده كان في غير مؤامرة. بعد ما انت كسرت الحاجز بانك انت بدات تلعب سواء الاهلي راح مؤامره بتاع المباراه الفاصله دي، المباراه الفاصله دي مؤامره دي معروفه لا ننساها يعني لانه كان لائحه بتقول الهدف هدفين يعني انت كان المفروض تتاهل وكان يعني محمد روروا قدر يعدل في لائحه التصفيات وللاسف ما كانش فيه تحرك. لما بقى سيب وانا سيب بقى ما انت خلاص خليك احنا بنقولها يعني بالمناسبه خليك انت معانا سيب وانا احنا بنقولها بالمناسبه عشان الناس برضه سيب وانا سيب برضه تتذكر يعني. سيب وانا لان دلوقتي اللائحه بفرق الاهداف لا لا يعني انت هناك خسرت 3-1 كسبت في القاهره 2-0 طبيعه التاهل ايه المباراه الفاصله دي ما انا بقول لك دي كانت من الحاجات الغريبه والمفاجات وفيها كوارث كتير جدا يعني هي مساله سيب وانا سيب دي لغايه دلوقتي ما لازم تتغير الاشخاص وتبقى ولازم يبقى انت عندك النهائي اللي فات كان سيب وانا سيب لازم يبقى عندك تعمل نفسك مش واخد بالك عاوزين ناخد بطوله لازم يبقى عندك الشخصيات اللي تجيب لك حقك. ما ده اللي احنا بنتكلم احنا بنزعل ليه لما فريق مصري يتعرض للظلم. مش هقول مش هقول النادي الاهلي بس اي فريق مصري بيتعرض للظلم ده المنتخب نفسه ده المنتخب نفسه ده معناه ايه؟ معناه ان انت تحتاج الى شخصيات ومفاوضين على مستوى انه على الاقل لما يلاقي حاجه غلط بتتعمل ضدك يقف في مواجهتها. هل هو تواجدك في الاتحاد الافريقي في المرحله الحاليه هو نفس التواجد كان قبل كده؟ لا مش موجود. انت على المستوى الان تم تفريغ الاتحاد الافريقي من كل العاملين المصريين اغلبهم مش موجود وتم ابعادهم بصوره او باخرى. تم اضافه استبدالهم بمين؟ بمن اشقاء من المغرب او سواء من غانا افريقيا نيجيريا نيجيريا غانا المدير المالي من غانا انا بقول لك فكل حاجه انت هنا ايه
ما فيش. كانت ضمن يعني يعني اتفاقيه انشاء الاتحاد الافريقي ان انشاته مصر مع اثيوبيا وجنوب والسودان خلاص، من ضمنها انه السكرتير العام يبقى مصري خلاص. بعد كده لما جه مأسوف عليه على احمد دايماً احمد دايماً احمد السكرتير العام ايوه مصري المفروض، يجب ده مش بس مصري اي دوله يبقى عندها المقر، دي قاعده. ما انا بكلمك اهو مش في الكوره، حتى في المنظمات، في المنظمات حتى في الدولية، حتى في مقر اتحاد الباسكت اللي اتشال، حتى في الامين العام زي ما انت عايز يعني. الامين العام لازم يكون من دوله المقر. فانت لما فقدت منصب السكرتير العام خلاص ما عادش مالكش عندك ايه الموجود يعني، ما عندكش ايه ازرع موجوده. المهندس هنا بريده موجود ما حدش يختلف. وعاوز اقول حاجه يا جماعه يعني برضو هنا بريده حتى لو اختلفت او قلت عليه برضو هاني بريده ليه ايجابيات وما حدش يقدر يتكلم، وفي سلبيات تانية فيها دي في الغرف المغلقه معروفه يعني فيها تفاصيل احنا مش عاوزين نقول، لكن عاوزين ندي كل واحد حقه. احنا بنطلب في ايجابيات في سلبيات يعني ما تعملش تقول ان هاني يا ابو هريره لا هاني عمل في فترات وما عملش في فترات، وكل واحد بده. لكن عاوز اقول بعد مرحله هاني ما تنتهي مين بديلك؟ دي المشكله. هل انت فكرت فيها؟ ما فكرتش فيها يعني المفروض ايه؟ دي من الاولويات اللي تبقى محطوطه انك انت ايه لما يبقى رئيس اتحاد دولي لكره اليد الدكتور حسن مصطفى مصري مهما يكن مهما يكن، وقدم للكره اليد المصريه اللي وصلت النهارده للعالميه. كنا على بعد خطوه ان احنا نوصل السيمي فاينل لولا اخطاء من يعني الاداره الفنيه للفريق، وبعض اللعيبه اصابهم 10 دقائق فقدنا التركيز، خسرنا مباراه السويد بعد ما كنا ماشيين لغايه الدقيقه 25 يعني متفوقين عليه بفرق هدفين. الدقيقه 25 للدقيقه 30 الماتش اتقلب فين؟ والراجل ما عرفش يرجع الفرقه للتاني وحصل اللي حصل. لكن عاوز اقول لك ايه؟ انت دلوقتي من المصنفين الثمانيه، المفروض يبقى تركيزك وتفكيرك مثلا في المرحله الجايه ازاي ابقى من الاربعه الكبار؟ يعني ايه؟ تستحق؟ تستحق. في تفاصيل في كواليس كتيره جدا من الشكل اللي انت شايفه، لعيبه بعينها هي اللي تلعب والناس الثانيه قاعده بره ما بتشوفش ايه الملعب. فاعتقد انه تجربه المنتخب ومع المنتخب الامريكي، احنا رحنا نلعب امريكا في الماتش ده بعد هزمنا ايطاليا بقى ده بقى الكوره. نزلنا منتخب فاكرين احنا هندي ايه المنتخب الامريكي 3-4 منتخب امريكي ادانا هنغلبه بالتليفون ادانا ايه ادانا شوت قلب الدنيا. فانت بعد ما تتجاوز عقبه اوكلاند سيتي ان شاء الله تفكيرك ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون مختلف اكيد قدام فريق سيتي. طيب لما تيجي مرحله اوكلاند سيتي وسياتل وترتيب البطوله اكيد لسه عندنا تفاصيل تانية، وهنتكلم كمان عن تفاصيل اكتر متعلقه بالبطوله، وهنشوف المغرب كمان ازاي بتستعد لهذه البطوله. ولكن في هذه اللحظات نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل. وزي ما انتم شايفين يمكن لقطات حصريه وخاصه لحافله النادي الاهلي اللي موجوده حاليا دلوقتي في على كوبري اكتوبر متجهين الى مطار القاهره الدولي، ويمكن خلاص يمكن لسه معديه من جنب مؤسسه الاهرام يا استاذ محمود يعني في الطريق ان شاء الله الى مطار القاهره الدولي. واكيد نازل رمسيس ولا ايه؟ رمسيس لو هيكمل للمطار من كوبري اكتوبر فوق مش هينزل ان شاء الله باذن الله تكون رحله موفقه. واجمل ما في اللقطات اللي احنا شايفينها والصور اللي شايفينها
تفاعل الجماهير وتفاعل الشعب المصري مع النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي قبل السفر إلى المغرب. ودايما النادي الأهلي بيبقى صورة إيجابية ومشرفة للكرة المصرية، ودايما كده لما يبقى في حدث إفريقي أو حدث دولي على طول عينك بتروح هتلاقي تي شيرت النادي الأهلي أو النادي الأهلي. وحتى النهاردة لما الفريق يوصل إن شاء الله للمغرب هتشوف النهاردة لقطات خاصة وفي استقبال إعلامي غير مسبوق لبعثة النادي الأهلي النهاردة في مطار طنجة. يمكن أنا بكلمكم أهو قبل حوالي إن شاء الله بإذن الله 7 ساعات أو 8 ساعات من وصول البعثة للمغرب إن شاء الله، لكن النهاردة في حشد إعلامي كبير جدا هيكون في استقبال بعثة النادي الأهلي في طنجة عشان بقى يعرفوا ردود الأفعال، وجود الأهلي في كأس العالم للأندية، حضور الجماهير المغربية، يمكن جماهير النادي الأهلي كمان حجزت نسب كبيرة جدا من التذاكر، وفكرة إن مباراة الأهلي أوكلاند سيتي وكل الأخبار اللي جاية من المغرب نفذت تذاكر بهذا الشكل، لا ده يدينا انطباع إن البطولة دي هتكون استثنائية في كل شيء، في الحضور الجماهيري، في مشاركة الأهلي، في وجود الهلال السعودي، في وجود الوداد المغربي، الانتقال من طنجة إلى الرباط. يا رب بإذن الله تكون بطولة موفقة وتشهد حضور إعلامي وجماهيري كبير جدا، خاصة كمان لما يصل فريق ريال مدريد إلى الرباط يوم 5 فبراير إن شاء الله بعد حوالي 4 أيام استعدادا لمباراة نصف النهائي إن شاء الله. طيب أستاذ محمود، أستاذ جمال، بالتأكيد محتاجين برضو نسمع ونشوف الأخبار في المغرب وكيف يستعد الإعلام المغربي لتغطية هذه البطولة، وبالتأكيد هيكون معنا أحد النقاد الرياضيين وأحد الصحفيين اللي بتشرف دايما بالزمالة معاه، الأستاذ محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة المغربي على الهواء مباشرة معنا. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير صديقي وأخي محمد العزيز، مساء الخير بمشاهدي الكرام وبضيوفك الأعزاء. أهلا بيك ومنورنا ومشرفنا دايما، وإن شاء الله تكون الأمور كلها في المغرب مزيان بزاف. الله يبارك فيك أخي محمد، يعني صراحة هو أنا من مدة طويلة جدا لم أصعد هكذا يعني في الـ يعني بالصورة بالصوت والصورة، لكن حين يأتي محمد سعيد لا يمكن أبدا أن ترفض هذا الطلب لأنه الله يخليك عزيز جدا. الله يخليك. وحتى يعني بالنسبة لل الإخوة المصريين الأشقاء المصريين هناك يعني تعاطف ويعني علاقة متينة جدا، حتى أن الأهلي المصري هذه الزيارة الثالثة في ظرف أقل من سنة محمد، يعني أنت يعني ترى كيف أن يعني العلاقات يعني والمناسبات سواء دوري أبطال إفريقيا أو يعني كأس العالم للأندية، يعني هذا شيء جميل جدا يعني يجعل من الجمهور المغربي يترقب، يعني خاصة أن المباراة الأولى دائما تجمع، يعني هذه الرمزية صاحب الأرض سيكون هو الأهلي، يعني حتى أنه صاحب الأرض سيكون يعني فريق يحس به المغاربة بأنه منتمي إليهم لأنهم يشجعون كل ما هو مصري، خاصة بعد العلاقات الوطيدة التي توطدت أكثر في كأس العالم الأخيرة. لذلك فالكل يترقب وصول الأهلي، يعني حتى أنت رأيت كيف شجع ويعني كان الاستقبال كبير لفريق أوكلاند سيتي، فما بالك بفريق الأهلي المصري الذي الكل يعني يعتقد أو يتمنى أن تكون مباراة أسطورية ما بين الوداد والأهلي في نهائي كأس العالم الأندية. لماذا؟ أكيد أنا أولا بشكرك على المقدمة وبشكرك على هذه الحفاوة والكلام الرائع، وده متعودينه دايما منكم أكيد من خلالكم ومن خلال كل الأشقاء في المغرب، لكن جهة أخرى وهي الحديث الإعلامي والمتابعة الإعلامية لهذه البطولة ومسألة التذاكر، نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، المباراة ستلعب في طنجة ويمكن في وفد إعلامي وحشد إعلامي كبير سيستقبل الأهلي مساء اليوم كمان في طنجة، أكيد يا محمد عندك تفاصيل كثيرة في هذا الأمر. صدقني أخي محمد يعني لن أبالغ، أنت زرت المغرب أكثر من مرة وربما لك علاقات كثيرة مع الزملاء هنا في المغرب، يعني ونتحدث أكيد بشكل يعني بشكل متواصل. أنت تعرف الشغف الجماهيري هنا في المغرب، يعني غريب جدا، حتى أن مباراة فلامينغو ليس لها يعني أي يعني ليس هناك ضمان بأن الوداد سيتأهل، نفذت التذاكر كلها، النهائي نفذ كله، مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي الكل توقع بأن التذاكر ستبقى يعني إلى وقت نفذت هي الأخرى، حتى يمكن أن أسر لك أن هناك يعني تهافت كبير على الاعتمادات الصحفية بالنسبة لمباراة الافتتاح بالتحديد، لأنها لأول مرة ستجمع الأهلي المصري وأوكلاند سيتي في مدينة طنجة التي لم تحتضن قبل ذلك كأس العالم الأندية، أقيمت في الرباط في مراكش في أكادير لكن لم تقم في طنجة، هناك يعني استقبال وانتظار وترقب يعني بشكل لا يصدق. صدقني أنه ستكون مباراة كبيرة جدا، خاصة أن
الملعب اعيد بناؤه، لن اقول اعيد بناؤه، انما اعيدت بعض المدرجات، يعني تقريبا ثلثي او ثلث المدرجات تم يعني وضعها من جديد، لذلك فهو ملعب بحله جديده، الكل يريد ان يكتشف هذا الملعب، وليست هناك مناسبه وفرصه اكثر من مباراه اوكلاند والاهلي المصري الاهلي الشقيق. اكيد. طيب نقطه ثانيه، يمكن الاهلي هيقيم في تطوان وهيتدرب على ملعب سنائيه الرمل، الاجواء في تطوان هل مختلفه عن طنجه ولا الاجواء بتبقى عامله ازاي؟ كمان الحضور الاعلامي ممكن يكون في حضور اعلامي اكتر كمان في تطوان؟ للاسف انا اتحدث معك يا محمد كصديق، يعني لا اتحدث معك في مرور، يعني في عارف اهلي مع احترامي الكبير لهم. تخيل ان مدينه تطوان، انا شخصيا في الصيف زرت مدينه تطوان لاصيف في مدينه تطوان. من احسن المدن المغربيه على مستوى يعني النظافه، على مستوى الهدوء، هدوء رهيب جدا في مدينه تطوان، لانها يعني قريبه جدا من الحدود مع اسبانيا، هي مدينه طنجه، ولكن مدينه تطوان يعني هناك الفنادق، هناك كافو نيجرو الراس الاسود. يعني لو ستنصح بعثه الاهلي فانصحهم حتى ولو ب 24 ساعه لزياره هذه المدينه، من افضل المدن المغربيه. وملعب ثانيه الرمل هو ملعب يعني صغير للتدريب، جميل جدا، والتغطيه الاعلاميه ستكون يعني مماثله لطنجه، لان المسافه ما بين طنجه وتطوان فقط طريق يعني من 40 الى 50 كيلومتر فقط، يعني نصف ساعه بالسياره او بالقطار او بطريق السيارة او حتى بالطريق الوطنيه، ودائما هذه الطريق يعني تؤدي الى يعني ما بين المدينتين يعني في اي وقت وبدون اي صعوبات. أكيد. طيب نقطة تانية متعلقة باستضافة المغرب للبطولة، لأول مرة هيكون في استخدام مختلف شوية في تقنية الفي آر، تقنية الفيديو في كأس العالم للأندية، وهيكون في محادثة ما بين حكم الملعب مع حكم الفيديو ومتذاع من خلال شاشة الملعب. صدى هذا الموضوع الإعلام المغربي كمان كيف تناوله؟ وأكيد متابعتك شايف إن في تقنيات حديثة هيتم استخدامها في هذه البطولة. هو انت تعلم ان في البطوله المغربيه يعني في الدوري المغربي هناك جدل كبير، تحكيمي كبير، كما في مصر، كما في مصر يعني كيف يعني ما وقع في الايام الاخيره ورحيل يعني رئيس لجنه الحكام. في المغرب هناك جدل كبير جدا يعني في البطوله المغربيه بالنسبه للتحكيم، فالكل ينادي بان يتم سماع ما يدور بين الحكام الفار والحكم المساعد والحكم يعني الرئيسي. ان نجحت التجربه سيتم اعتمادها يعني في البطوله المغربيه، والكل كما قلت يترقب هذه البطوله، ليس يعني لحضور الوداد او لحضور ربما ناديين عربيين هم الاهلي والهلال وريال مدريد وفلامينغو، وانما حتى بهذه التقنيات الجديده، لانه لكي نكون صراحة ان تقنيه الفار ساهمت بشكل كبير في الحد بجزء صغير من المشاكل التحكيميه، لذلك ربما نقل ما يدور بين الحكام وبين المساعدين وغرفه الفار، اكيد لو نجح في كاس العالم الانديه بهذا الشكل ستكون مطالبه كبيره في تطبيقه هنا بالمغرب، لذلك فهي تجربه الكل يترقبها والكل يهتم بها بشكل كبير. لاحظت من كلامك يا محمد ان متابعين كويس جدا الاحداث اللي بتحصل في مصر ورحيل رئيس لجنه الحكام وبعض الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل في الدوري العام، مهتمين انتوا حتى كمان بالتفاصيل الدقيقه حتى قبل سفر الاهلي، في اهتمام اعلامي حتى بالاحداث الجاريه اللي موجوده في الدوري المصري. هو انا اتحدث عن تجربه شخصيه، انا شاهدت مباراه الاسماعيلي، انا قلبي مع الاسماعيلي يعني ما فاز على الداخلي 3-1، يعني اشوف الاسماعيلي، اشوف فاركو، اشوف فيوتشر، اشوف بيراميدز، اشوف حرس الحدود، يعني باستثناء يعني بغض النظر عن الاهلي والزمالك، يعني حتى مباراه الاهلي والزمالك الاخيره 3-0 يعني شاهدناها بشكل يعني نشاهد مباراه يعني مهمه جدا بالنسبه لنا. يعني انا اتحدث عن تجربتي الشخصيه، اتحدث عن ما اتابع، لذلك قبل اي منافسه يكون فيها طرف مصري يعني الاهلي او الزمالك او حتى المنتخب المصري تكون العوده الى بعض المواضيع، يعني لكن موضوع مغادره رئيس لجنه الحكام الالماني الجنسيه على ما اعتقد الانجليزي فرض نفسه، انجليزي الجنسيه فرض نفسه، لانه ارتبط ببعض يعني تصريحات الرئيس مرتضى منصور وما الى ذلك والاتهامات، وربما هذه الامور يعني تفرض نفسها سيد محمد اكثر من انها يعني تكون متابعه، لانه اعتقد انا بوجهه نظري الخاصه يعني من زاويه محايده، الاتحاد المصري يحاول بشتى الوسائل ان يحافظ على التوازن فيما يخص مساله الحكام، يعني حتى هنا في المغرب احنا رئيس لجنه الحكام هو يحيى حدقه يعني مغربي، يعني لو تم الاتيان بحكم اجنبي سيبقى نفس الجدل، ستبقى نفس الاتهامات، لذلك
ربما هي اخطاء تحكيميه يعني تؤثر يعني بشكل عام في بعض المباريات، لكنها لن تؤثر بشكل قطعي. لذلك تكون المتابعه كما قلنا بشكل عام، اما قبل المنافسات العوده الى بعض التفاصيل الصغيره. اما عن نفسي شخصيا فانا متابع يعني الكره المصريه منذ زمن بعيد، يعني منذ تذكرت انني اتابع كره القدم بشكل عام. اكيد. طيب حفل الافتتاح، انا سمعت ان ممكن يكون في مفاجات في حفل الافتتاح، وهيبقى حفل افتتاح لم يسبق له مثيل قبل كده في منافسات كاس العالم للانديه. ولنكون صراحه مره اخرى اخي محمد، حفل الافتتاح سنه 2013 اللي شاركت فيه الاهلي طبيعه الحال كان عارف انتقادات كبيره جدا، لانه كانت التجربه الاولى للمغرب في تنظيم منافسات الفيفا، فكان يعني هو اريد بحفل الافتتاح ان يكون ذو طابع مغربي فولكلوري 100%، لانه اقيم في مدينه اكادير. اكادير هذه المدينه مع مراكش مدن جنوبيه، يعني انت تعرف الفولكلور المغربي هناك. الان تم الاستعانه كتسريب صغير بديزي دروس الذي غنى اغنيه ديروا النيه المغاربه سبوعة ورجاله، انت تعرفها يعني في كاس العالم، باسماء المنور، بالدوزي، بعدد من الفنانين الذين يعني لا يمكن ان يجتمعوا بهذه الصوره الا ان يعطوا يعني افتتاح ربما اريد به الرد بين قوسين او اعاده الاعتبار، لنقول اعاده الاعتبار ليس الرد انما اعاده الاعتبار لما كان في افتتاح سنه 2013، لان بقيت تلك الصوره وما سبقه او ما تلاه سنه 2014 وملعب الرباط. فيريد المغرب ان يبرهن بان ما حدثت تلك الاوقات كان فقط يعني سحابه صيف عابره وليس الطابع المغربي المعروف عن حسن التنظيم والحفاوه والترحيب بطبيعه الحال بكل يعني الاشقاء وحتى من كل بقاع العالم. زميلي العزيز محمد زايد رئيس تحرير موقع البطوله، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ويمكن اديتنا تفاصيل مهمه جدا ومفاجاه كمان حفل الافتتاح، فشكرا جزيلا ليك وكل التوفيق لكم يا رب في تنظيم هذا الحدث العالمي بشكل كبير جدا. استاذ محمود، استاذ جمال، لو ليكم تعليق، لان اكيد كانت في نقاط مهمه اتكلم عليها، وابرز نقطه التذاكر نفذت بالكامل. حفل الافتتاح هيبقى في كارنفال، لا هيبقى في يوم مباراه الاهلي واوكلاند سيتي. وفي نفس الوقت المدينه اللي فيها النادي الاهلي بتتميز بالهدوء، وده اعتقد هينعكس بشكل ايجابي، هي تطوان، مدينه تطوان هيكون فيها شيء يعني انعكاس ايجابي على الفريق قبل المباراه الاولى. انا اعتقد ان الاهلي في المشاركه 2014 كان مقيم اعتقد في كان في مراكش واغادير، اغادير ومراكش، اغادير المره دي اول مره، الاول دي مراكش واغادير، صح، مراكش واغادير، المره دي اول مره تتلعب البطوله في طنجة، فعلا في اغادير، فعلا اغادير، الاهلي كان فيها اغادير فعلا، اغادير. لا بص، عاوز اقول لحضرتك، شوف الاهتمام، هو ده برضه تاكيد على التسويق وعلى السمعه، وانه اختيار المغرب ما جاش من فراغ برضه، دي حاجات برضه من الجزئيات المهمه جدا. يعني لما الاتحاد الدولي وجه البطوله للمغرب، وربما انا شايفها برضه يعني مكافاه على ما اداه المنتخب المغربي وسمعه الكره المغربيه واللي عملته في كاس العالم، لا شك انه شيء كويس جدا، لان كمان انت عشان تروح تنظم بطوله زي دي بتقدم دعم، بتقدم يعني خطاب حكومي، وتقدم ما لا وبتدفع رقم تأميني، بتدفع رقم تأميني اعتقد 20 مليون دولار، 20 مليون دولار يعني اعتقد كل كلام. ثانيا اللي عاوز اقول ان المغرب وقربها من اسبانيا وكان برضه كل الكلام ده عامل شيء مميز، فاكيد انه هتكون نسخه مختلفه. انا حضرت نسخه 2014 وشفتها، وشفت المباراه النهائيه ما بين الرجاء وبايرن ميونخ في واحده من افضل المباريات، وشفنا المباراة السيمي فاينل كان رونالدينو نجم البرازيل وقتها، والرجاء عمل مباراة عالمية وكسب 3-2. هو من وقتها الرجاء العالمي، بأمانة شديدة، وكان يعني بأمانة شديدة كان حدث كبير جدا يعني. فأنا عاوز أقول إنه لا شك إنه الأشقاء في المغرب هيكونوا حريصين على نجاح البطولة، لا شك إنه هيكون في دعم للأندية العربية سواء النادي الأهلي سواء الوداد، طبعا هيكون أهمية إنه الوداد يوصل للمباراة النهائية، عنده مواجهة صعبة جدا مع الشقيق الهلال السعودي، مباراة تبقى مهمة جدا نشوف فيها جمهور الوداد المميز. فأعتقد إنه كل المقدمات تنبئ بإنه هيكون في بطولة مميزة جدا، فيها حاضر، فيها صخب إعلامي، فيها حاضر كمان متعة كرة القدم مع أندية كبيرة. فنتمنى إن شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في إنه يتجاوز عقبة يعني أوكلاند سيتي، وبعد أوكلاند سيتي يحلى الكلام، لكن أوكلاند سيتي هي رقم واحد و1000 و2003، لابد نكون حاضر تركيز كبير جدا، بعد كده نتكلم بقى في مواجهة بطل أمريكا.
امريكا. اقبال اعلامي كبير وزميلنا محمد زيد رئيس تحرير البطوله اتكلم في نقطه مهمه جدا، قال لك في اقبال كتير من الاعلام عشان يحضروا حتى المباراه الافتتاحيه ما بين الاهلي واوكلاند سيتي، رغم ان المسافه ما بين يعني معظم الزملاء قاعدين في الرباط او في كازابلانكا، المسافه تقترب من حوالي 400 كيلو. الحدث بيفرض نفسه وفريق بحجم النادي الاهلي طبعا اكيد مش هم الاعلاميين مش رايحين عشان اوكلاند سيتي يعني، هتلاقي يعني اكيد عشان طبعا النسبه الاغلب رايحه عشان النادي الاهلي. وده انا بشوف انه الاعلام بيجري ورا الانديه الجماهيريه يعني 100% شعبيه النادي الاهلي وشعبيته حتى لدى المغاربه نفسهم، هتلاقي المغاربه منهم كتير جدا بيحبوا النادي الاهلي يعني 100% الاعلام يهتم بمن يصنع الحدث. فالنادي الاهلي من ضمن الفرق الكبرى عالميا اللي بتصنع الحدث، طبيعي ان الاعلاميين يتوجهوا مخصوص لمتابعه اخبار النادي الاهلي واخبار المباراه الافتتاحيه اللي هي بينه وبين اوكلاند سيتي. انا شايف ان ده امر طبيعي ومتوقع جدا يعني. ومتوقع طبعا طبعا. استاذ محمود كانت مفاجاه متابع الاعلام المغربي كل صغيره وكبيره. لا طبعا ما انت بامانه شديده، ما هو ده مش الاعلام المغربي يعني، اكيد الاعلام المغربي والاشقاء في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي السعوديه برامج يوميه بتتكلم على المشهد بتاع لانك موجود في الكره المصريه. لا طبعا لا شك ما حدش يقدر يختلف، لان بامانه شديده كره القدم المصريه يعني هي من صنعت المشهد اللي انت شايفه كله ده على التاريخ، والمدربين المصريين في كل مكان موجودين يعني. لكن طبعا انت الخبر عندك بيسمع في اي مكان، فما حدث من موقع كلاتنبرج وردود الافعال والتعامل معها بمنطقه او باخر في اللي احنا شايفينه وكان شيء لم يحدث، ده شيء متوقع يعني في المشهد، لانه الايام الجايه هيبقى في كلام كتير على دايره التحكيم هنا. فهل انا اعتقد انه مش هيبقى في حكم اجنبي خلاص يعني، تجربه وقصه معقوله؟ يعني رغم كل الكلام اللي انا بسمعه وكلمت ناس يعني واتكلمت معاهم ويقول لك بندور ونجمع، انا شايف لا انه هتكمل بمحمد فاروق. رغم المحاولات اللي بيعملها كابتن عصام الفتاح واستماته كبيره جدا انه يرشح ناس من طرفه انه يحط نفسه في الصوره، وحتى كابتن جمال غندور وفي مكالمات ليهم مع ناس احنا مش هنرجع، وزي ما كلاتبين كان بياخد مليون احنا مش هناخد اقل منه، احنا عاوزين 300-400 ألف جنيه في الشهر ومش عارف ايه عشان ندور. بس اقول لك على حاجه، بما ذكرت الاسماء ودي شهاده للتاريخ وحضرتك طبعا اكيد تعرف اكتر مني، تمام، الشخصيه المصريه الوحيده اللي تولت لجنه الحكام ورفضت ومنعت اي تدخلات في عملها كان الكابتن جمال غندور الوحيد. هو جمال بس اتحاد الكوره نفسه مش هيسمح حتى ان يكون. يا محمد احنا يعني لو بنتكلم عصام الفتاح حط نفسه في دايره وحط وحب يعمل لنقل مع الاهلي ند يعني، انت بتعمل ند مع النادي الاهلي ومع جماهيره وتبقى اصبح خصم مع الانديه. اصبحت خصم خصم ماشي، امر غريب جدا. ثانيا جمال الغندور طبعا ليه تاريخ، ولا شك انه مش معنى لما انا اجيب حد اجنبي ما حدش قال مش هو النادي الاهلي اللي راح رشح وجاب كلاتنبرج بالاسم يا جماعه، ده اتحاد الكوره نفسه هو اللي طرح الفكره وجابها. كان عندك ايوه كابتن حازم امام كان احنا وقتها قلنا ايه، كان ممكن يبقى عندك بديل انك انت تجيب اي حد تاني تخاطب الاتحاد الدولي الفيفا تقول له والله انا محتاج منك خبير عندك معتمد عندك يجي طول التحكيم، مش شرط انك انت تجيب لي مين كلاتنبرج. لكن هو الراجل لما جه عمل حاله ولا مش عمل حاله؟ طب ايه الحاله اللي عملها؟ في ناس علم عليها وشاف اخطائها، في ناس حطها قدام مواقفها وشافها وناقشها وطبق مبدا الثواب والعقاب. طبعا في مبدا كمان الحكام طلع حكام شباب فبقى عندهم امل، التانيين كانوا مسيطرين على كل حاجه ما بدوش فرصه لحد ما الحدوته. التحكيم في مصر ده شلل في شلليه ولاول مره سبب ما انا بكلمك لاول مره. طب انت ديك اهو راجل اقدم يعني ربنا يديك الصحه وبارك في عمرك، عمرك شفت انه كابتن جمال غندور وكابتن عصام عبد الفتاح بيكتبوا مع بعض؟ مجتمع يا شيد عشان كلاتنبرج كويس ان واحد جه من بره واحد. بص هقول لك حاجه، اولا انت مش بتطالب استاذ محمود رمى قنبله، انت مش بتطالب بان يبقى في حكم اجنبي او رئيس او مدير تطوير في اتحاد الكوره في لجنه الحكام عشان انت كاهلي مستفيد منه ابدا. انت كل القصه ان انت محتاج تطوير للحكام فعلا
يعني ما هياش طلب. يعني النادي الاهلي لما بيقول انا يعني او المنتمين للنادي الاهلي لما بيكونوا ضد اللي حصل مع كلاتنبرج مش معنى كده انه كان بيجامل الاهلي. لا اطلاقا. بدليل ان المباريات المهمه اللي هي الحساسه اللي هي مع بيراميدز ومع الزمالك كان بيحكمها اجانب كالعاده كالعادة. معتاد. يعني اقصد انت هنا مش بتتكلم على الراجل الشخصيه الاجنبيه. اولا اتحاد الكره هو اللي فكر, اتحاد الكره هو اللي جاب كلاتنبرج مش حد تاني. اه طبعا. كونه هو ما قدرش يحمي كلاتنبرج ده يسال فيه اتحاد الزمالك. اذا كان اعضاء في الاتحاد نفسهم كانوا بيتدخلوا في شغله. مش لما يحمي نفسه او على رايك يعني لو يحمي نفسه صح. احنا عايزين نقول حاجه بس احنا عايزين الناس كلها بتسال على بوسيت المونديال, اذاعه المونديال يعني الناس هتشوفه ازاي مباريات كاس العالم للانديه هتشوفه ازاي. لغايه اللحظه دي مفيش يعني حاجه رسميه للاتحاد الدولي اعلنها هتذاع فين. المؤكد ان هي على الرياضيه المغربيه المؤكد, لكن فين كبس فضائي لا مفيش معلومه رسميه. مفيش يعني لما مفيش. الكلام بتردد مفيش حاجه في كلام بيتردد ان في قناه سعوديه بس هتاخد الحقوق داخل السعوديه, لكن فكره البث الفضائي للبطوله لم عشان بس نقول معلومه يعني موثقه للناس لا لغايه اللحظه دي مفيش. طب احنا هنا مالناش دعوه بالاهلي اللي بيشارك. ها طب ما نتمنى يكون في تحرك من مصر على الاقل يكون في حقوق حتى الاهلي. يعني حتى انت لو انت مثلا حرصت انك انت تشتري مباريات الاهلي ده الناس هترحب ما فيهاش يعني اي مشكله خالص. مش هتعرف تجيب اعلانات مش هتعرف تغطي يعني ينفع لغايه دلوقتي حتى هذه اللحظه والناس مش عارفه يا استاذ محمود. ماتش الاهلي واوكلاند سيتي في المغرب يعني لا طرف مغربي والطرف الثاني اجنبي ومع ذلك التذاكر نفذت بالكامل. زميل اعلامي استاذ محمد زيد بيقول لك اقبال اعلامي كبير, الناس هتسافر من كذا والرباط عشان تحضر مباراه الافتتاح في طنجه. عموما لسه عندنا تفاصيل وهنحاول نشوف اذاعه مباراه البطوله هتكون فين. يمكن اثناء الحاله لو عرفنا نوصل لمعلومه ان شاء الله من المسؤولين في اللجنه المنظمه المحليه في المغرب او حتى من مسؤولي الفيفا على طول هنقولها لكل الساده المشاهدين. ولكن نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع, لسه الحديث مستمر ولسه التغطيه مستمره مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن في هذه اللحظات بدات البعثه تتوافد على مطار القاهره الدولي استعدادا ان شاء الله الى السفر للمغرب ان شاء الله لخوض منافسات كاس العالم للانديه. استاذ محمود كان طرح جزئيه مهمه جدا ويمكن عايز اقول لكم يمكن والله رسائل كثيره جدا على مساله نقل مباريات البطوله والبطوله هتذاع فين. هنشوف اكيد الكلام ده خلال الساعات اللي جايه ولكن ممكن يكون عندنا اجابه او معلومه في هذه اللحظات لان عندنا تفاصيل كتير وكلام كتير. اكيد يعني مفيش افضل من ان احنا نسمع كل التفاصيل دي من معالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب. معالي السفير تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري لحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك معالي السفير؟ اهلا معالي السفير. الحمد لله يا فندم. شكرا. معالي السفير يمكن حدث رياضي مهم جدا هتنظمه المملكه المغربيه بدءا من الاربعاء المقبل وحتى 11 من شهر فبراير. يعني عايزين نعرف استعدادات المغرب وتواصل حضرتك اكيد مع الجامعه الملكيه واللجنه المنظمه المحليه واخر الترتيبات لاستقبال بعثه فريق النادي الاهلي مساء اليوم في مطار طنجه باذن الله. هو حاجه صحيح, هو حدث كبير جدا طبعا, حدث دولي كبير طبعا جدا والمغرب استعدت له استعداد كبير جدا بخصوص الملاعب بخصوص الاستقبالات كل ما يتعلق بالترتيبات الخاصه بالفرق الرياضيه وطبعا خاصه الفرق العربيه يعني سواء الاهلي او لو في فرق عربيه ثانيه طبعا في اهتمام كبير جدا جدا بيهم. بالنسبه للنادي الاهلي, النادي الاهلي كان على اتصال بالسفاره وايضا كنا على اتصال بالجامعه الملكيه اتحاد الكره المغربي ومع كل السلطات المغربيه. وبالتالي النهارده ان شاء الله يعني مطار طنجه هي الطياره الخاصه للنادي الاهلي ان شاء الله هتهبط مباشره في مطار طنجه. اللي هو على بعد تقريبا اكثر من 300 كيلو من العاصمه الرباط لاستعدادات كامله لاستقبال بعثه النادي الاهلي والسلطات المغربيه واتحاد الكره المغربي وستنتقل البعثه ان شاء الله من المطار على محل الاقامه. في تطوان ان شاء الله. في تطوان ان شاء الله لانه ملعب الكوره اللي الفريق هيتمرن عليه ان شاء الله هيتوطد.
أكيد. طيب الجزء المتعلق بالحضور الجماهيري والجالية المصرية في المغرب، أنا طبعا بتكلم على الحضور الجماهيري لأن أكيد السفارة المصرية متابعة هذا الأمر، سواء في جماهير مصرية هتيجي من القاهرة إلى المغرب أو حتى لو في جالية مصرية مقيمة في المغرب، في ترتيبات أو أمور بيتم التنسيق فيها مع اللجنة المنظمة المحلية في المغرب، ولا آخر الأخبار إيه بخصوص الجماهير اللي ممكن تحضر البطولة إن شاء الله؟ هو حضرتك إحنا على تواصل مع جمعية الجالية في المغرب، جمعية مصر. ان شاء الله هيبقى في استقبال للجاليه النهارده لبعثه النادي الاهلي، يعني جماهير انتقلت من مدن المغرب المختلفه عشان تكون في طنجه عشان تستقبل بعثه النادي الاهلي، وبنرتب مع جمعيه الجاليه عشان ان شاء الله الجماهير تحضر يوم 1 فبراير وتآزر النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، يعني بنحاول نعبق كده يعني الجاليه ان شاء الله بحيث يبقى في حضور يوفر النادي الاهلي في الماتش ان شاء الله. أعتقد كمان أسعار التذاكر الحمد لله يمكن بسيطة، بنتكلم في 50 درهم، فما فيش أزمة في مسألة أسعار التذاكر يعني. صحيح، يعني أعتقد إنه من 50 ل 100 درهم، وده يعني حتى بالجنيه المصري حوالي مثلا 150 ل 250 جنيه مصري المتاحة على أونلاين، وما فيش مشكلة خالص بالنسبة لي. صحيح. أكيد. طب حضرتك كنت معايا طبعا برضو على التليفون، يمكن قدامنا هي لقطات حصرية لبعثة فريق النادي الأهلي في المطار، المهندس خالد بورتاج، الكابتن محمد الشناوي. طيب معالي السفير، برضو في جزئية تانية مهمة ومتعلقة بالترتيبات، فكرة التحرك من طنجة لتطوان ثم العودة لطنجة، وإمكانية إن شاء الله لو الأهلي تأهل لنصف النهائي التواجد في الرباط، أكيد في ترتيبات بحضرتك بتعملها كمان مع المسؤولين في المغرب بحيث إن شاء الله كل الأمور تبقى ماشية بشكل إيجابي جدا، هل في معوقات ولا الأمور كلها الحمد لله ماشية بشكل كويس جدا؟ لا، هو حضرتك لغايه دلوقتي الامور ماشيه كويس جدا، الجانب المغربي متعاون جدا جدا، موفر كل الامكانيات، وطبعا ده برضو مبدا المعامله بمثل، احنا برضو يعني احنا برضو بلد مضيافه جدا وشعب مضياف، بالتالي احنا كمان بنقابل كل الكرم بكرم مماثل طبعا لما يبقى في فرق مغربيه او بطوله بنظمها في مصر، ولكن المسافه من طنجه لتطوان مش كبيره، يعني نتكلم يعني اعتقد حوالي 60 كيلو، وبالتالي بالاتوبيس بالباص بيبقى الامور مرتاحه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يستقر في تطوان البعثه، الملعب بالتدريب في تطوان، ويوم الماتش هينتقل من تطوان لطنجه برضه بالاتوبيس بكل الاستعدادات بكل التامين اللازم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يفوز باول ماتش، وبعد كده ينتقل ان شاء الله للعاصمه الرباط، والمسافه حوالي 300 كيلو ان شاء الله من طنجه للرباط. طيب وقتها السفر هيبقى بطيران داخلي ولا هتبقى بالحافله عادي؟ والله حضرتك انا لسه ما يعني لسه الترتيبات دي تحتاج ترتيب مع النادي الاهلي بس. اكيد اكيد مع حد تاني هشوف بعثه النادي الاهلي تفضل ايه وهنعمله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ محمود، استاذ جمال، لو في اي سؤال للمعالي السفير. خلاص بقى. لا، تحياتنا يا فندم، وان شاء الله يكون النادي الاهلي كالعاده خير سفير للكره المصريه. في وجودكم طبعا انا متاكد. لا لا، انا متاكد من كده، والحب الجماهير المغربيه للنادي الاهلي طبعا جاليه كلها وراء النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يبقى خير التسير للكره المصريه ان شاء الله. مش هنحرك حضرتك ونسالك اهلاوي ولا زمالكاوي. انت تمثل مصر كلها. اهلاوي. اهلاوي. طيب تمام على السفير. طيب اخر سؤال، وهو متعلق باخر اتصال تم من الكابتن محمود الخطيب لحضرتك او المهندس خالد مرتجي منسق البعثه، كان النهارده مثلا او امبارح، وكانت ايه ابرز مثلا المعلومات او التفاصيل اللي اتكلمتوا فيها بخصوص استقبال البعثه؟ هو احنا هنتواصل على طول سواء مع يعني المهندس خالد مرتجي او مع الكابتن سمير عدلي، كل يوم كنا بنتكلم بصراحه، وكان الامور خاصه سواء اول بالنسبه لتاشيرات البعثه او بالنسبه للاستعدادات، وبالتالي يعني كل يوم كان ينزل في تليفون مع احد من اعضاء البعثه اللي جايين ان شاء الله باذن الله. معالي السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المملكه المغربيه، شكرا جزيلا لحضرتك ولكل التوفيق يا رب لطاقم السفاره وافراد السفاره. كالعاده يمكن السفاره المصريه في اي مكان في العالم بتبقى خير سفير للمصريين، ودايما احنا يعني حتى كبعثه اعلاميه بيت المصريين، واستاذ محمود او استاذ جمال يمكن سافروا كتير وعارفين بيبقى بيت المصريين، بيت المصريين حقيقه بالظبط كده. الامور كلها الحمد لله ماشيه كويس ان شاء الله خير، يعني باذن الله تعالى احنا يعني متفائلين ان شاء الله بمشاركه الاهلي المره دي، يكون فيها يعني الناس تحب تشوف الاهلي، جمهور الاهلي حتى لما كان كاس العالم بس يقول لك امتى الاهلي يرجع، يعني في حاله حب وحاله ارتباط. انا بحب الحاجه اللي شايفها بتمتعني، واللي بشوف وجودها قدامي بيديني راحه نفسيه، شايف انه الاهلي
بيظبط المود بتاعي. ناس كتير جدا يعني تحب الاهلاويه، بيحبوا فرقتهم بصوره يعني كبيره جدا. نتمنى المشاركه يعني مشاركه ناجحه في اخر مره. الطموح بيبدا من الاول السلم، مهم جدا تتخطى عقبه الاولانيه كولن سيتي، بعد كده مواجهه البطل الامريكا، بعد كده لما ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل لعند ريال يحلى الكلام طبعا. يعني انا شايف انه المنتخب المغربي كسر حاجات كتير، احنا ممكن البطوله دي تبقى فيها مفاجات، ممكن يبقى طرف عربي في البطوله، يعني ده شيء وارد كبير جدا. فاعتقد انه حاله الزخم والاهتمام والكلام على انه التذاكر كلها نفذت بالكامل، والطرف مش فريق مغربي، ده يعني فريق شقيق النادي الاهلي، وبرضه الاهلي على فكره يتمتع بجماهيريه وقبول كبير جدا نظرا للمنافسات والاحترام المتبادل، سواء لما يجي الرجاء او الوداد هنا المعامله بتبقى عامله ازاي، وحاله الاهتمام والكرم الكبير. ثانيا في المغرب احنا مش عاوزين نتكلم عن العلاقات والاحترام والود، ده شيء هو ده اللي باقي. فاعتقد انه المشاركه دي هتكون مشاركه استثنائيه. نتمنى ان شاء الله نشوف الاهلي بروح العاليه باصراره الكبير ويقدم الوجوه الجديده اللي جابها بصوره باخرى. اتمنى التوفيق لمارس الكره، اتمنى التوفيق للعيبه ان شاء الله يكونوا حاضرين بقوه، لانه هيكونوا هم الوجهه للكره يعني المصريه ثم الكره الافريقيه ان شاء الله. نشوف حدث مهم والكره العربيه طبعا ان شاء الله. استاذ جمال يمكن كان سالني كده ومعالي السفير على التليفون اسعار التذاكر، يمكن 50 جنيه يعني حوالي 200 250 جنيه مصري يعني كويسه جدا في المتناول طبعا. ويعني انا برضو عايز اكد انه مشاركه الاهلي المره دي ان شاء الله ستكون مشاركه مشرفه، زي ما الاهلي في البطولات السابقه كان باستثناء مرات قليلة، لكن المشاركة عادة أنا بشوف إن المشاركة في كأس العالم للأندية هي يعني مش كرة قدم فقط، أكثر منها بقى إزاي تؤدي، إزاي يبقى ليك بصمة في البطولة، جملة حاجات تسويق ونجاح وشهرة واسم ويأتي خبرات وتعلم حاجات كتير جدا يعني. كمان لو قدرت تحقق نتيجة كويسة فده يبقى شيء كويس. وأعتقد إن هي هتبقى يعني أنا بشوف إن في لعيبة كانوا حريصين على إن هم ييجوا النادي الأهلي ينضموا ليه الفترة دي، لأنه أول حاجة هيشارك في كأس العالم، يعني أقصد القيمة التسويقية طبعاً للنادي الأهلي نفسه بتزيد مع كل مشاركة. يعني النهاردة ممكن خالد عبد الفتاح مثلا، إيه اللي يخليه أو مروان عطية ليه؟ إنه عارف إنه هو الخطوة القريبة جدا هيخش تاريخ كأس العالم للأندية. طبعا ده شيء يعني الضاوي نفس طبعاً الحكاية طبعا الناس مستنية على فكرة على عتب أوروبا يعني لما جه الأهلي لا الموضوع مش هيختلف كتير، لا ممكن يبقى الاهلي بوابه لحته اكبر كمان في ايوه يعني مش بس هيبقى محترف وفي القاره، لا ده كمان هيخرج خارج القاره الافريقيه وهيظهر في هذا الملتقى العالمي يعني. فطبعا انا بشوف ان هي ان شاء الله تكون مشاركه جيده جدا جدا من النادي الاهلي. وانا بقول حلو قوي جدا النادي الاهلي مش بيبص لاي حاجه حواليه، يعني هو الاهلي دايما طول عمره مركز في نفسه، عارف انت الطالب اللي بيذاكر كويس وماليش دعوه بقى ما بيبصش وراه، ما بيبصش وراك ولا جنبك ولا اي حاجه، انت بتعمل الهوم ورك بتاعك بشكل جيد جدا والله، بتعمل الهوم ورك بتاعك والنتيجه عند ربنا، وفي النهايه بتوصل. ما هو ده اللي مجنن البليد، معلش ما هو خلي بقى ما هو البليد هيعمل لك ايه؟ مش هيسيبك، مش عارف يوصلك، فدايما كل شويه على فكره على فكره ولا يفرق انت شغال. بقول لك يعني 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 انت ايه النهارده البطوله المشاركه رقم 8 وانت في المشاركه رقم 8 انت بتشتغل على امتى العشرة؟ لا ده انت بتشتغل على الجزئيه واعتقد صح ولا ايه؟ صح، اعتقد انه بينمو عندك تفكير وطموح كبير جدا. الاهلي يقصه ان يلعب المباراه النهائيه، ايوه ويستحق انه يلعب المباراه النهائيه، وكان قريب جدا من لعب المباراه النهائيه. يعني ايه
لكن عاوز اقول لك ايه، ده بيحتاج مزيد من التركيز وبرده تجويد نوعيه اللاعبين، لعيبه الكوره تجويد، يعني بحث عن الكواليتي الاقوى الافضل، وده الاهلي يستحقه. ايوه ليه؟ لانك انت برضو لازم طموحاتك والتسويق المرحله اللي جايه، انت لازم يكون تفكيرك انك تلعب وتعمل رابط بينك وبين الانديه الكبيره وتلعب معاها مباريات وتروح تلعب معاها هناك وتجيبها تلعب معاك هنا وتحقق مكاسب. ده هيكون من خلال ايه؟ انك انت تشوف الكواليتي مختلف لعيب الكوره، يعني تدور على لعيب الكوره القوي بدنيا، يعني مش لعيب كوره مهاري ومش قادر ياخد نفسه في الملعب، لا بالظبط. يعني انت لازم يبقى عندك في تكتيكك وفي ادارتك الفنيه وفي تفكيرك في المرحله الجايه انك انت بتحط حاجات بعينيك، بتدور وتفتش في كل مكان، تجوب داخل القطر المصري وبره في افريقيا وبره اللي حواليك، تحاول تشوف الحاجات اللي هتديك ميزه اكتر. لا وفي ظل ايه، انت راجع كمان يا استاذ محمود من كاس عالم انديه، داخل على زحمه ماتشات واجنده كل اسبوع، ماتش في افريقيا وفي الدوري، فعندك دوري ابطال افريقيا خلاص، انت حاطط لك ايه، انت هيقابلك مديلك اول ما بترجع تلعب مع الهلال السوداني 25 هلال في الساعه 3 العصر 18 طبعا 18 فبراير ثم 25 ثم 4 مارس ثم 10 مارس 17 مارس. ما هو الميزه برضو بتاعت، ودي يعني بحب اقولها على طول، سياسه العمل داخل الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر. الحقيقه انا بشوف ان هو شغال على انه هو ما عندوش لعيب اساسي ولعيب احتياطي. يعني هو دايما لو تلاحظ كده ممكن يبتدي النهارده بحسين الشحات، ممكن بعد كده يبتدي بطاهر، ممكن بعد كده يعني هو عنده حريه، بس دلوقتي عنده اريحيه، عنده حريه الحركه بعد العوده هيبقى في ضغط ماتشات غير طبيعي طبعا. لا ده انا بقول كمان الميزه ان هو مش بيهتم بالفريق الاساسي، هنرجع للجزئيه دي، يعني هو بيهتم بال الفريق ككل بدلاء واساسيين، ما عادش عنده بدلاء واساسيين، بالظبط فريق واحد كده، يعني انت بتبقى قاعد مطمن لو ما نزلش اللي نزل ده على نفس المستوى الموجود يبقى عنده مشكله، بالظبط كده، ودي ميزه يعني. طيب لسه عندنا كلام كتير بخصوص الاستعداد حتى لبعد كاس العالم للانديه، عندنا مباريات وضغط افريقي محلي، لكن نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم التغطيه الخاصه بسفر بعثه الاهلي الى المغرب للمشاركه في كاس العالم للانديه. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم شايفين كده لقطات خاصه وحصريه لبعثه فريق النادي الاهلي في مطار القاهره. يمكن البعثه الحمد لله حاليا في مطار القاهره بتستعد بقى للمغادره والسفر الى المغرب على بركه الله يا رب ان شاء الله، وبثوب عالمي ان شاء الله الاهلي في كاس العالم للانديه. شفنا لقطات لمحمد الشناوي، اليو ديانج، برونو سافيو، ويمكن كمان اهتمام جماهيري كبير جدا بالتقاط الصور التذكاريه مع محمود عبد المنعم كهربا، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وان شاء الله احد الوجوه اللي هتبقى مؤثره بشكل ايجابي مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وان شاء الله باذن الله مع تسجيل القائمه النهائيه نقدر بقى نتعرف على القائمه والتشكيل ومباراه اوكلاند سيتي. ويمكن طبعا بدانا كده من بدري اهو من النهارده من 28 يناير نسخن وندخل بسرعه في اجواء البطوله. استاذ محمود يمكن لفت انتباهي حتى الزي الرسمي والبروتوكول المتعلق بان الفريق كله رايح بفور يونيفورم واحد، دبوس اللي هو النادي الاهلي، شعار النادي الاهلي على الجاكيت بتاع كل لعيب. عارف التفصيله الصغيره دي بتدي انطباع حتى لما تيجي تسافر اي دوله، الفريق ده منظم،
الفريق ده لا يعني في اطار وفي ناس بتشتغل، في مش فكره اللي انت مسافر بطوله فكل البلترنجات وخلاص، لا يعني لا في نظام، وحتى شعار الاهلي على التيشيرت او حتى على الجاكيت بتاع كل لاعب. لا ما ده مش جديد على الاهلي يا محمد، ده الاهلي مؤسسه برضه، مؤسسه لها الواجهه بتاعتها، الواجهه المشرفه في كل مكان، مش من النهارده ده من سنين يعني. فاعتقد ان من الحاجات والتفاصيل الصغيره دي حتى في كل بطولات النادي الاهلي، حتى مش كره القدم بس، مع كل فرقه والرياضيه المختلفه بيبقى عنده الجزئيه دي، جزئيه المظهر المشرف بيبقى حافظ عليها، جزء عنده تناسق. طبعا جزء من اداء من ادوات التسويق الناجحه، انك انت بتقدم شكل يعني تروح كده كل واحد لابس زي مختلف، زي مختلف لا ما ينفعش طبعا. فاعتقد برضو وده برضو حتى اللي بياخد بيعمل الزي الرسمي بيبقى بيحط اسمه على يعني النادي الاهلي مقترنا بالنادي، فده نجاح ليه في حد ذاته، ده بيسمع بيقول لك انت جاب الطقم ده من فين، من كذا من كذا. فاعتقد دي الحاجات الاساسيه بتبقى طبعا في الفرق الكبيره بتبقى من الاساسيات، ومن في ناس مهتميه بالحاجات دي وبالتفاصيل الصغيره. اذا لم تهتم بالتفاصيل الصغيره اذا فلن يكون لديك تفاصيل كبيره، لانه الصغير مع الصغير بيبنى الكبير بيديك كده، لكن دايما الحاجات الكبيره بتبقى من تفصيل صغيره تبقى مهتم انت بيها. النهارده الشكل، النهارده الدبوس عامل ازاي، كله لابس لون الحذاء عامل ايه، لو في كرافات شكلها احمر، لو في يعني عاوز اقول لك ايه، دي حاجات بتبقى موجوده في الانديه الكبيره. واعتقد من طموح والنادي الاهلي لابد انه في المرحله الجايه سينتقل مرحله اخرى، يعني بعد المونديال ده هيبقى في نقله لمحتوى افضل بعد كمان قرارات مجلس الاداره الاخيره في تشكيله شركه الكوره وهيكلتها والبحث عن موارد. وايضا لابد يكون عندك برضو رغم الموسم المزدحم يبقى عندك مثلا تبحث عن مباراه مهمه مع نادي كبير يبقى عندك هنا في القاهره او بره، يعني تستطيع انك انت ايه لازم تسوق نفسك وتعمل لنفسك ايه احتكاك، يعني خلاص انت اصبحت ليك ايه سمعتك. ممكن شفنا اللقطات اللي اتعملت مع بايرن ميونخ في مونديال ابو ظبي على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا كانت حاجه مفاجاه للناس كلها. فممكن برضو التفكير يبقى مع لو يعني ان شاء الله كتب ربنا التوفيق لبعثه النادي الاهلي ووصل لواجه ريال مدريد، اكيد هيبقى في خطوه في تفكير بقى، هيبقى في مودريتش طبعا اكيد اكيد هيبقى في شغل في الحدوته دي اكيد. استاذ جمال برضو جزء من الجانب التسويقي هو ما تبقاش فرصه ان نشوف مباريات كاس العالم للانديه حتى هنا في مصر، يعني استاذ محمود طرح السؤال ده وعايز اقول لك حجم التفاعل على الموضوع اللي طرحه استاذ محمود صبري بخصوص اذاعه مباريات البطوله. مكسب كبير اعتقد يعني طبعًا. لما الاهلي يلعب مع بطل استراليا او مع بطل نيوزيلندا ثم بطل امريكا ثم بعد كده مباراه الاهلي وريال مدريد، الاهلي وريال مدريد دي لو على قناه مصريه لا انا بعتقد ممكن مكاسبها تبقى كام. انا بعتقد ان هي كانت فرصه لاي حد عاوز يكسب باسم النادي الاهلي او باسم مشاركه النادي الاهلي في البطوله ان هو يفكر في هذا الامر. ما هو ده تسويق واستثمار، بالعكس يعني انت عندك المنتج اللي وصل الى كاس العالم للانديه وهيلعب والعالم كله مهتم بالفرق المشاركه في كاس العالم للانديه، فانت لما تستغل هذه الفرصه هو ده ابسط قواعد التسويق. يعني لو في امكانيه خلال الساعات القادمه انه يتم التفاوض بين جهات معينه واللجنه المنظمه والاتحاد الدولي لانقاذ الموقف، ايه المانع؟ ما هو اصل هي الموضوع يعني مش هيستغرق او مش محتاج وقت طويل، انت عندك البطوله شغاله هتشتغل يوم كذا من كذا لكذا، ماتشات الاهلي معروف ان هي تتلعب في توقيتات معينه، يعني التفاوض على النقل التلفزيوني لمباريات النادي الاهلي ما اعتقدش انه في صعوبات. يعني لو المردود يا ريس، المردود الاعلاني، المردود الاعلاني كبير جدا والله يا استاذ محمود، الاعلامي والاعلاني الاثنين مع بعض المردود لا خلاف عليه. وانت هتروح تتفاوض انك تنقل ماتشات النادي الاهلي بلا هدف؟ لا طبعا، لازم في مردود اعلامي واعلاني، والاعلاني هنا هيكسب كتير جدا. ما انا عشان كده بقول ان التفاوض على سلعه يعني مسوقه نفسها، يعني انت مش بتصنع الحدث، انت بتستفيد من الحدث. يعني مثلا في المغرب بينظم وبيسوق، انت هنا مش هتنظم بس على الاقل تقدر تكون ايه مشارك
زي اما واعمل محاوله واعمل محاوله هو اعمل محاوله يا جماعه زي ما يكون انت دلوقتي مثلا معاكش بطوله كاس العالم حصري انا لو مسؤول في اي قناه هبعت ناس يشتغلوا حوالين الحدث مش لازم ان انا يعملوا كواليس او ايوه مثلاً. يعني انا مش لازم هايلايتس. يعني انا بزعل جدا اما الاقي اي قناه مصريه شاريه دماغها تماما يقول لك يا عم بقى ده حصري. طب ما حصري حصري اللي هي اذاعه الماتشات انت محتاج ايه بقى تستفيد من هذا الحدث باي شكل زي ما انت قلت كواليس ملخصات يعني لازم يبقى في خلال انا بطالب يعني خلال الايام القادمه انه يبقى في محاوله لانقاذ هذا الامر قدامنا يمكن كواليس الفريق ويمكن بقى فرصه لاي حد عايز يعرف مين الناس اللي مسافره يتفرج عشان ما يبقاش فيه نافي اهو قدامكم الصور كلها ايمن اشرف محمد الشناوي رام ربيعه محمد عبد المنعم يعني كواليس خاصه وحصريه وهتتابعوا على فكره بداء من النهارده يا رب ان شاء الله لغايه 11 فبراير موعد نهائي البطوله وختام البطوله كل يوم هتتابعوا يمكن كواليس خاصه وحصريه مش هتشوفوها في اي حته الا على شاشه قناه النادي الاهلي محمد شريف كمان حسين الشحات يعني زي ما قلت لكم في البدايه يمكن 29 لعيب هيكونوا مع مارسيل كولر في المغرب وقبل المباراه الاولى ب 48 ساعه يختار القائمه النهائيه 23 لاعب استاذ محمود لا شك طبعا ان انا عاوز اقول حاجه محمد اتمنى القنوات الناقله في مصر الدوري المصري تضع في اعتبارها يعني حدث زي مونديال الانديه ومشاركه النادي الاهلي اقل شيء يقدم لجماهير النادي الاهلي التي تستحق ان تشاهد فريقه وهو يلعب في مونديال الانديه ان يكون في محاوله لشراء مباريات النادي الاهلي على الاقل وفي وقت على فكره اعتقد ان القناه اكيد القناه لسه تمتلك في وقت. تمتلك يعني اداره التسويق تستطيع يعني مش عاوز اقول مش عاوزين نقول انه يعني السوق يتحمل بما فيه الكفايه الاهلي في حد ذاته يا جماعه لما تقول انك انت ناقد المباراه الافتتاحيه مع فريق الاهلي والنادي الاهلي بحجمه الكبير جدا ده بره يعني مش عاوز اقول احنا عاوزين الناس بتستضيف المباريات بره عشان يكون فيها النادي الاهلي بالظبط يعني الجماهيريه والشعبيه والنجاحات تستحق ان النادي الاهلي يكون في محاوله لشراء مباريات المونديال اعتقد قائمين الامر لابد يكون في حساباتهم هذا الامر يعني نناقش ونرجو ماشي نتمنى ذلك يعني حتى الان لم يحسم ولم تتحدد اي قناه حتى الان ناقله لمباريات المونديال فتمنى ان شاء الله يكون التلفزيون المصري اولى ب ده حتى القنوات الناقله حتى الان المفروض كمان بتتبع اقمار ثانيه فالفكره في حد ذاتها هيبقى الحدث حصري بالنسبه لك من خلال القمر بتاعك فده انت ممكن يبقى فيها مكاسب ماليه غير متوقعه طبعا دي كمان نقطه على فكره مهمه جدا فكره اقامه البطوله ونقلها من خلال قنوات بتتبع اقمار اخرى دي بتفرق كتير جدا انت حتى لما تيجي تشتري بطوله وبتذاعها من خلال القمر بتاعك طبعاً. لا انت بتكسب من وراها مكاسب كبيره وفكره التاهل والوصول لمباراه ريال مدريد وارده حتى لو بنسبه 50% طبعاً. فانت لازم تحطها في حسبانك انك عندك مباراه كبيره زي دي ايه ردود الفعل الاعلاميه والاعلانيه اللي ممكن تجي لك على مباراه زي ديت طبعا ده انت لما في 2001 لما النادي الاهلي استضاف ريال مدريد في 3/8/2001 في المباراه الشهيره شاف الحدث وردود الافعال كانت عامله ازاي يعني كنت تتعاقد مع ريال مدريد وجهد كبير جدا وبعديها الاهلي جاب برشلونه في 2007 عاوز اقول لك ايه الحاجات دي برضو حطيتك في الصوره ها لما تيجي الناس موجوده عندك فلما يبقى حدث زي كده مهم جدا اتمنى وانا عندي ثقه في القائمين على الامر ان هم يضعوا في حساباتهم انه ما زال هناك وقت مناسب يستطيع لشراء جانب من حقوق على الاقل مباريات النادي الاهلي يعني المباراه الافتتاحيه ممكن تبقى عندك ربنا كرم ما يكرم فايز وتخطى المباراه الثانيه بقى عندك في حساباتك انت مشتري المباراه والثانيه اعطيك مثالا بسيط. فاعتقد ان الامور دي الاهلي يستحق بحجم وشعبيته محمود مثال بسيط جدا احنا حضرناه لما كان التلفزيون ما بيذاعش ماتشات الاهلي في افريقيا كان بيبقى معانا مين محمد الصاوي محمد عبد المنعم الصاوي او عبد المنعم عبد المنعم الصاوي كانوا بياخدوه لشركتهم الخاصه ويدوه هديه للتلفزيون ده كان ده في الثمانينات في الثمانينات والتسعينات وكانوا هم بيعملوا هذا الحدث ياخد معاه اعلاناته ها وانا بحييهم يعني عالمية. على الهواء بتاعت عالميه ايوه عالمية. يعني كان بياخدوا اعلاناتهم معاهم يا محمد ويحطوها هناك حوالين الملعب
واخد بالك؟ ويجي يدي الشريط المباراه هديه للتلفزيون مقابل الاتفاق على نسب. فعايز اقول ايه؟ في حدث موجود انت ممكن تستفيد منه كناحيه اعلانيه واعلاميه. طيب تعالوا بقى نعيش الاجواء شويه في مطار القاهره. يلا احنا قدامنا صوره اهي، لكن كمان عايزين نعيش الاجواء اكتر من خلال زميلنا وموفد قناه الاهلي في رحله الاهلي الى المغرب، الزميل العزيز كريم احمد. كريم مساء الفل عليك، وان شاء الله باذن الله تكون رحله موفقه، وكما هي العاده منك ومن كرو العمل ان شاء الله هنتابع تغطيه خاصه وحصريه من خلالكم، واكيد ان شاء الله هيبقى فيها مفاجآت ايجابيه لكل جماهير النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي لجمهورنا العظيم، وايضا كمان لنقادنا الرياضيين الكبار طبعا الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري. ويا رب يا محمد كالعاده يعني النادي الاهلي بقيمته الكبيره جدا وباصراره وبشخصيته يقدر ان هو يحقق يعني نتيجه كبيره جدا كالعاده لفريق النادي الاهلي وجمهوره العظيم. يعني يا محمد لو بنتكلم قبل كاس العالم وقبل الترتيبات، هي فيها ترتيبات الهيه الحقيقه، يعني يمكن جايين من بعيد جدا، النادي الاهلي مش موجود في البطوله، النادي الاهلي يمكن تعرض لظروف كثيره جدا في خلال النسخه الماضيه، لكن ان المباراه ان البطوله تقام في المغرب، النادي الاهلي يخش وسيط، في امور الحقيقه يعني بتدينا اشاره وبتدينا ان الحق يمكن لابد يعود لاصحابه كالعاده. النادي الاهلي اجتهد بشكل كبير جدا في النسخه الماضيه، لكن همنا وهدفنا يا محمد دلوقتي خلاص هي هذه البطوله، يعني ان شاء الله باذن الله تركيزنا يكون كبير جدا، مستر كولر وترتيباته وتحضيراته والمجموعه اللي مسافره مع فريق النادي الاهلي باذن الله يكون التوفيق معها كل الامور يا محمد. الحمد لله رب العالمين تحضيريا في مصر في التدريبات، يعني النهارده لو بكلمك على بدايه اليوم النهارده كان في تدريب لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش، انت عارف السفر لطنجة ومن طنجة الى تطوان، يعني خلاص يعتبر النهارده اليوم انتهى لفريق النادي الاهلي بالنسبه للتدريبات. فكانت يمكن الحقيقه رؤيه فنيه مميزه جدا ان انت كالعاده تتدرب النهارده ومباشره تتوجه الى المغرب. الاجواء في التدريبات محمد فيها تركيز كبير جدا، اللعيبه عارفه ان هذه البطوله مهمه جدا، بعيدا عن اي امور هذه البطوله مهمه جدا لكل اللاعبين، للاعب للسي في بتاعه، للنادي الاهلي بقيمته الكبيره، مهما كانت الامور ومهما كانت الصعوبات والغيابات الحمد لله قابلتنا الفتره اللي فاتت، عندنا امل كبير وثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بالجديه الكبيره بالاصرار بوجود الكابتن محمود الخطيب كعادته طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي، القيمه الكبيره واللي بيدي رساله ورا الفرقه في كل البطولات، ده امر مهم جدا بيدي دوافع كبيره جدا مع الدوافع الكبيره اللي متواجده مع فريق النادي الاهلي. اداء كان طيب في بطوله الدوري العام، ادينا مؤشرات كبيره جدا ينقصنا التوفيق محمد ان شاء الله في هذه البطوله، وتكون انطلاقتنا قويه جدا لاهم مباراه في البدايه، المباراه اللي هتفتح لك المشوار مباراه اوكلاند سيتي، محتاجه تركيز كبير انها مباراه كاس، مباراه نهائي، وان شاء الله باذن الله كل الامور تكون معنا محمد. طيب احنا شايفين قدامنا يمكن لقطات للاعبين، وفي صور تذكاريه مع الجماهير، وفي يعني اهتمام كبير جدا من الجماهير حتى بالفريق في المطار قبل التحرك ان شاء الله والمغادره حوالي الساعه 5 يعني بعد قليل، لكن عايز اعرف منك انطباعات اللعيبه. يمكن انا شايف كمان كولر يمكن استعان بمعظم القائمه، يمكن بتتكلم 29 لاعب، انا شايف محمد فخري، شايف محمد اشرف، حتى هل كوكا موجود ولا مش موجود يا كريم برضه لو تقدر تقول لنا، كهربا، الشناوي، قفشه، محمد شريف، شادي حسين، يعني كل التشكيله الاساسيه موجوده حتى مع كولر قبل اختصار القائمه واعلانها باذن الله بعد غد. يعني بالتاكيد يا محمد طبعا كلنا شفنا لعيبه النادي الاهلي مجرد وصولها الى مطار القاهره، اقدر اقول لك ان يمكن كولر بيصطحب كل اللاعبين باستثناء كوكا الحقيقه، يمكن سالنا طبعا عدم وجوده، يمكن كوكا تعرض للاصابه او تعرض لاجهاد، يمكن الراجل فضل ان هو ما يكونش متواجد، لكن كل اللعيبه متواجدين، شادي، رامي ربيعه، كهربا، الشناوي، علي لطفي، حمزه علاء، ربيعه، علي معلول، محمد شريف، ايمن اشرف، لعيبه يعني كل اللعيبه الحقيقه الحمد لله طمنا عليها بشكل كبير جدا على جاهزيتها. الراجل يمكن اتكلم قبل من السفر مع لعيبه النادي الاهلي، الجاهز لابد يكون متواجد معانا، الراجل مش عايز يعمل ريسك لان انت محتاج لكل اللاعبين، المباراه محمد متتاليه زي ما بقول لك، انطلاقتنا بس تكون جيده نقدر ان احنا نتخطى المباراه الاولى، تكون الامور بالنسبه لنا هتكون باذن الله بمشيئه الله ان شاء الله تكون في صالح النادي الاهلي. الرحله يا محمد خلاص يعني اقدر اقول لك ان احنا في خلال ربع ساعه او ثلث ساعه خلاص نبدا نخش طبعا الى القاهره، ومنها الى طنجه، ومن طنجه نستقل طبعا حافله الى تطوان. عايز اكلمك كمان بشكل عام على تواجدنا في تطوان، يمكن انت هتكون متواجد 28 و29 و30 31 ليلا، هتتوجه الى طنجه لاقامه في فندق اخر ليكون جانب طبعا ملعب ابن بطوطه لاستقبال المباراه الاولى مباراه اوكلاند سيتي ان شاء الله باذن الله بمشيئه الله، ربنا يكرم الفرقه باذن الله بدعوات كل جمهور النادي الاهلي وباصرارنا الكبير، تبدا ترجع تاني يا محمد على تطوان، تقعد تتمرن اثنين وثلاثة، امور يمكن صعبة جدا بتنقلات كبيرة جدا، لكن التضحيات موجودة كالعادة لفريق النادي الاهلي، مهمة صعبة ومهمة كبيرة ان شاء الله باذن الله محمد، كل المناخ وكل الترتيبات، الاجواء، التحديات ان شاء الله تكون كبيرة جدا، وباذن الله نقدر نوصل لاخر نقطة في هذه البطولة
بالروح الكبيره اللي احنا شايفينها، بالترتيبات الكبيره جدا، بتوفير المناخ الكبير من مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن سمير عادلي طبعا، كابتن محمود الخطيب كالعاده، الكابتن سمير عادلي، عميد علاء صلاح، الدكتور محمد شوقي، كل طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي المتواجدين معانا في هذه البعثه، ان شاء الله باذن الله يكونوا كالعاده طبعا يقوموا بكل الترتيبات لمساعده فريق النادي الاهلي للتركيز فقط لا غير في 90 دقيقه. يا رب ان شاء الله باذن الله تكون بنصير النادي الاهلي. طيب كانت في لقطه كده بينك وبين الكابتن سيد، هل في تصريح او في معلومه جديده كده قبل السفر؟ يعني والله يمكن انا سالته محمد بشكل شخصي، قلت له كهربا هيكون متواجد في المباراه الاولى، قال لي ان شاء الله كهربا يكون متواجد في المباراه الاولى باذن الله. طبعا هي رؤيه فنيه، لكن الامور بالنسبه لكهربا امور طيبه جدا مع لعيبه النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله. انت عارف يا محمد اي حد يكون متواجد امر مهم جدا يكون مركز، كهربا متواجد مش متواجد روحه لابد تكون مع فريق النادي الاهلي، الانكار الذات مهم جدا في هذه البطوله، لان النجم هو النادي الاهلي، هدفنا هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، وده الامر اللي بيسعى عليه الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي. لكن عايز اطمنك على حاله اللاعبين البدنيه والفنيه ممتازه، كل اللعيبه مش حد بيشتكي من حاجه، الروح المعنويه مرتفعه جدا بالاداء الرائع اللي احنا شفناه الحقيقه في مباريات بطوله الدوري العام. كاس العالم مختلف بشكل كبير، مهما كان اوكلاند هو بطل في طبعا قارته او كده، كل الامور دي ملهاش حسابات، الحسابات بتكون على ارض الملعب، وده اللي بياكد عليه مستر كولر واكد عليها الحقيقه محمد في المحاضره اللي كانت قبل التحرك الى المطار، قال بعيدا عن الترتيب، بعيدا عن قوتنا، بعيدا عن التاريخ، كل الامور دي مفيش اي حاجه بتفرق غير 90 دقيقه، اجتهد والعب وربنا يكافئك ويوفقك ان شاء الله. فان شاء الله باذن الله على مدار الايام، على مدار كام يوم طبعا اللي جايين، ان شاء الله التدريبات تكون فيها جديه، اللعيبه تحافظ على بعضها بشكل كبير جدا، لان احنا مش عايزين نخسر اي حد في اي مركز، الكل لازم يحافظ على بعضه، وان شاء الله باذن الله الامور تمشي بشكل جيد جدا يا محمد، ويا رب ان شاء الله باذن الله كالعاده لعيبه النادي الاهلي تفرح الشعب المصري كله وجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله توصلوا بالسلامه. وعايز اقول لك بكره عندكم اكيد يوم شاق فيه تفاصيل كتير، يمكن بكره في اجتماعات للاتحاد الدولي ووفد الاتحاد الدولي مع بعثه الاهلي ان شاء الله في تطوان، سواء بقى ورشه عمل، سواء في اجتماع فني للتعرف على اجراءات البطوله، كمان عندكم اجتماع مع المسؤولين عن مساله الفار والتحكيم عشان شرح اخر التعديلات، يعني بكره يعني يوم شاق شويه في الصباح، اكتر من 4-5 ساعات في اجتماعات، لكن باذن الله ان شاء الله تكون بدايه موفقه واستعداد بقى لمباراه اوكلاند سيتي يا كريم. ان شاء الله يا محمد طبعا، يعني خلاص نبدا نقول مجرد وصلنا الى تطوان او طنجة هتبدا بقى خلاص يعني الاجتماعات زي ما انت قلت، يمكن انت محمد عندك كثير من المعلومات في هذا الامر الحقيقه، فان شاء الله باذن الله الجانب الاداري يكون الكل موفق فيه وكل الامور طيبه، الجانب الفني مستر كولر والجهاز الفني بالكامل يقدر ان هو يمكن يشوف الهايلايتس واللقطات الخاصه جدا طبعا بالمباريات الوديه لاوكلاند سيتي، الترتيبات طبعا الخاصه جدا، يا رب محمد كل الامور وكل الترتيبات والتحضيرات تصب في مصلحه النادي الاهلي، ومش بعيد يعني بالاصرار الكبير وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى نقدر ان احنا بمشيئه الله نوصل لاخر نقطه في هذه البطوله، حلم كبير كالعاده لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. كريم بشكرك شكرا جزيلا وموفق كالعاده ان شاء الله في هذه الرحله، ونتابع معاك كل الاخبار على مدار الايام القادمه. ويمكن في الختام انا بشكر كريم، يمكن قال لنا خبر مهم جدا ان احمد نبيل كوكا كانت فيه كلام كتير هل يلحق بالبعثه ولا لا، ولكن تاكد بشكل رسمي ان عدم وجود كوكا في بعثه النادي الاهلي بسبب الاصابه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد والجديد، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما انتم شايفين يمكن دي خلاص بقى اللقطات الخاصه للبعثه في مطار القاهره، ويمكن هم في الجزء الاخير في المطار قبل ما يركبوا الطياره على طول، بنتكلم في النص ساعه الاخيره يعني ان شاء الله قبل استقلاع او قبل اقلاع الطائره الى المغرب، ان شاء الله باذن الله المشاركه تكون طيبه ان شاء الله للاهلي في منافسات كاس العالم للانديه. يمكن في البدايه كنت قلت القائمه 29، ولكن بعد بقى استبعاد احمد نبيل كوكا للاصابه اصبحت القائمه دلوقتي حوالي 28 لاعب، 5 لاعيبه اكيد هيتم طبعا يعني خروجهم من القائمه مساء يوم 30 يناير، يعني بعد غد ان شاء الله كولر هيستقر على القائمه النهائيه. يمكن شفنا بقى اللقطات الخاصه باللعيبه والجهاز الفني، وفي لقطه كانت مهمه جدا كمان لياسين الميكاري محلل اداء النادي الاهلي النجم التونسي الشهير، كان موجود وبيتكلم مع الاسره ومع بنته قبل السفر، ودي لقطات اهو بيرسي تاو في لقطه كمان خاصه وحصريه على شاشه قناه الاهلي مع اليو ديانج ومع برونو سافيو في قائمه الفريق ان شاء الله المسافره الى المغرب. يعني بنتكلم انت مثلا عندك الشناوي وعلي لطفي وحمزه علاء ومصطفى مخلوف في حراسه المرمى، محمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، محمد اشرف، وعلي معلول، السوليه وحمدي فتحي، اليو ديانج، مروان عطيه، محمد مجدي قفشه، ومحمد فخري، حسين الشحات، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، بيرسي تاو، برونو سافيو، ومحمد كريستو، بالاضافه الى شادي حسين ومحمد شريف. دي القائمه اللي اختارها مارسيل كولر، ونقدر نقول هي القائمه اللي موجوده معاك دايما هنا في الدوري وفي المباريات المحليه يا استاذ محمود. لا طبعا ما هي القائمه الرسميه بتاعت النادي الاهلي، وخلاص يعني متوكلين على الله ان شاء الله باذن الله تعالى. عاوز اقول انه كولر يعني حاطط قائمه من المحظورات في وقت الوصول الى مقر الاقامه، في حاله اغلاق تام على البعثه، تركيز مباراه اوكلاند لاهميتها، تحذير شديد جدا من خلال التقارير اللي وصلته عن المنافس، وانه احترام الفوز يبدا من احترام المنافس وامكانيات لاعبته. كره القدم ما فيهاش صغير وكبير، خلاص الامور بالجهد والعرق والاستفاده من اخطاء الغير. اعتقد انه من الحاجات المهمه جدا اللي هو انه مزيد من التركيز، اكيد يعني اللعيب هيشوفه لقطات من مباريات لفريق اوكلاند سيتي، هم طبعا متابعين الاهلي يعني من التصريحات اللي احنا خلاص يا جماعه يعني ده كل واحد قاعد في بيت التاني من اللي احنا بنشوف يعني خلاص يعني. مش ده العالم ما اصبحش قريه صغيره، لا ده اصبح يعني اوضه صغيره كله شايف التاني ومكشوف. فاعتقد انه التجهيزه والبالون اللي هتحمي بيه لعيبتك وتجهزهم وتحطهم في دايره المباراه واهميتها ونفسيا والجمل اللي هتدرب عليها وازاي نقاط القوه والضعف والتفاصيل الصغيره، اعتقد دي هيبقى من الحاجات الاساسيات اللي هو مركز عليها مارسيل كولر. طبعا في ظل طبعا وجود كابتن محمود خطيب على رئاسه البعثه، ده برضه بيدي مزيد من الهدوء مزيد من الدعم، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، لو في حد تاني مسافر من مجلس الإدارة، فدليل على الاهتمام والاهتمام بالحدث وقيمته وبالنسبه للنادي الاهلي الساعي والباحث عن اداء ومركز افضل واقتراب اكثر من مزيد من انجاز كبير جدا. فاعتقد ان كل الاجواء دي ستبدا وتحسم في ضربه البدايه هي نقطه الانطلاق نحو الطموح الاقوى، يعني انت بتاخدها خطوه. فاعتقد انه تجاوز عقبه اوكلاند سيتي، سيبك من كل الكلام اللي هيتقال انه فرقه هيتقال عليه كل اللي انت عايزه، لو انت كسبته هيتقال عليه انه ده جابوه من مش عارف من فين، لو حصل اي حاجه تاني هيقول لك شفت ده حتى اللي مش عارف. يعني كل الكلام ده خرجه بره دايره تركيزك، لان كره القدم خلاص دلوقتي ما عادش فيها زي ما بنقول اهو. لو انت جيت سالت اي حد وقلت له كنت تتوقع كذا يعمل كذا يقول لك لا، لكن بالجهد والاصرار والعمل والحفاظ وقيمه النادي الاهلي الكبيره جدا استحق من خلال بذل مزيد من الجهد المضاعف، لانك انت تروح لتصل لمواجهه بطل امريكا، وبعد ما توصل لبطل امريكا الكلام يحلى والجهد يزيد من اجل الوصول لمواجهه بطل اوروبا. فاعتقد انه الحاجات دي كلها من شغل المدير الفني بتركيزه من اول ما هيوصل، سيتم توزيع الاختصاصات، توزيع كل واحد ليه دور ايه، ايضا كابتن محمود خطيب هيوزع اختصاصات الناس اللي في البعثه من اللي هيك والتكليفات الموجوده المتابعه، اجتماع مع اللجنه المنظمه، ايضا اجتماع مع الاتحاد الدولي، التعديلات الجديده بتاعت البطوله على الفار، يعني كل الحاجات دي ده مش جديد،
ها مش جديد عليا يعني. عاوزين نفتكر بقى ايام اليابان، وشوف بقى اليابان كانت ناس كلها بتحكي وبتقول الاهلي وتشريف ودور، والاهلي عمل اول مدينه في اليابان بعد اداء اكثر من رائع. فاعتقد انه ان شاء الله تكون فاء الخير، ان شاء الله يكون يعني استفاده كبيره جدا. ان شاء الله الاهلي باذن الله تعالى توفيق يكون حليفه ويروح حتى افضل، تقربوا مسافه من الحلم الكبير ان شاء الله. استاذ جمال تعليقك على اللقطات دي، ويمكن خلاص بقى في اللحظات الاخيره قبل ما تركب الطياره وبتتحرك للمغرب. والله يا اخي كاننا مسافرين، كاننا مع بعض. احنا في اخر مرحله دلوقتي قبل دخول الطياره بعد ما انهوا الاجراءات. برضو انا ملاحظ انه كله ده على الهواء مباشره يا جماعه. كل اللقطات دي على الهواء مباشره من مطار القاهره، ان كل اللعيبه مركزين. كل واحد معاه موبايله، لكن كله مركز في المهمه اللي هم مسافرين عشانها. طبعا يمكن زي ما قال الاستاذ محمود، نفتكر ايام كاس العالم اليابان، ونفتكر اخر حاجه طبعا اخر حاجه برضو اللي هي قريبه يعني ابو ظبي طبعا، اللي هو كانت على فكره كانت الفرقه مقفوله، ما حدش كان بيقدر يقرب. ايوه ما بقول لك يعني عندهم بقى اللي عايز يفتكر من قديم. علي معلول وصل اهو، وعلي معلول اهو كمان. هو كان خد يومين اجازه كده، راح تونس. وعشان كده ما تصورش في الصوره الكونسيرت دي، اللي هي الصوره الجماعيه. الصوره الجماعيه ما لحقش يتصور فيها، لكن طبعا علي معلول اضاء يعني قوه ابن الاهلي. لا لا قوه جباره يعني في الفريق. عارف الابن اللي ما خلفوش الاهلي، لكن الاخلاص. لا والله خلفه، كانه اتولد وتربى في المكان ده بالظبط. صح. فطبعا احنا بنتمنى ان هم في اللحظات الاخيره دي قبل السفر ان هم يكونوا مركزين جدا جدا في يعني يلعبوا، او هم حاطين في دماغهم انه ما فيش ضغوط. يعني انا عايز اقول برضو اللعب بدون ضغوط مهم جدا، بدون ضغوط اللي هي الضغوط الصغيره. انت رايح بتلعب في كاس عالم، بمعنى ان انت واصل الى اعلى مستوى من المشاركه يتمناها اي لاعب. الناس عاوزه تشوفك، الناس عايزه تشوفك. ورينا بقى، فورينا بقى ادائك ايه، ورينا شغلك ازاي. وزي ما قلت كده انه انت النهارده بقيت في العالميه للمره الثامنه، والعالميه دي دفعت ثمنها كتير يعني، تجريح وتشكيك وحاجات. انما في النهايه انت وصلت الى مرحله ان انت دلوقتي ما عندكش حاجه يعني غير ان انت تبدع على قد ما تقدر، يعني تبذل كل جهدك وتبدع. وانا باذن الله يعني الايام هتفكرنا على ثقه ان هم هيحققوا حاجه كويسه باذن الله. بالمناسبه يعني ما تتفاجئوش وانتم بتتفرجوا على مباريات كاس العالم للانديه وتلاقي فيه وفد من الهلال السوداني او من سان داونز بيتابع مباريات الاهلي وبيشوفها عن قرب في الملعب، لان في معلومه وصلت لي ان في وفد من الهلال او وفد من سان داونز هيكون موجود في المغرب، هيتفرجوا على الاهلي لايف من الملعب قبل، لان بعدها باسبوع على طول هيلعبوا في دوري ابطال افريقيا. والله جيد، ما انا مش عايزهم يتعبوا نفسهم يتفرجوا حتى من التلفزيون. لازم هم رايحين يعني. ايوه يعني بس عاوز اقول ايه، يعني في حاجات غريبه كده يعني، ما اعرفش يعني غريب، وبامانه غريبه حتى على الاخوه في السودان في الفتره اللي فاتت، خاصه النادي الهلال بامانه شديده يعني تصرفات غير منطقيه من بعد يعني. هي جماهير على فكره، جماهير. تصرفات الجماهير للاسف يعني غير مسؤوله، وتلقى حاجات كده مش عاوزين نرددها لانه حاجات خايبه. وبيحاولوا يصنعوا يعني، سواء انت بتحبش النادي الاهلي فدي حاجه تخليك حتى خليك يعني حتى في تعبيراتك او حتى في الكلام اللي انت بتقوله يعني راعي برضو العلاقه ما بين برضو يعني. اذا كنا هنلعب في السودان فانت هتجيلنا يعني، ما تقلقش. فلما تجيلنا برضو هتعمل حاجه، احنا مش هنقول لك، لكن ما يصحش مساله الشحن وتكرار نفس السيناريو، وانه الاهلي هو اللي منع جماهير الهلال من الحضور. لا الموضوع على فكره كلام يعني الكف ده لو الاهلي يمتلك القوه دي ان هو ما كان كسب افريقيا يا ناصح. لكن عاوز اقول ايه، في الاول وفي الاخر يعني مش كفايه ان احنا يعني شايفينه، ان العلاقه اللي بيننا اكبر من ان احنا نروح فيها. بنقول دايما يا جماعه خلي دايما المباراه يعني الكوره خليها دايما في المستطيل الاخضر والمنافسه، وشوف حتى علاقات اللعيبه مع بعض بعد انتهى الماتش خلاص. ايه مساله ان انا يكترئ عليها ان انا اوصلها تدخل في مساله الاداء والشحن وكلام كبير جدا لا معنى له ولا طيب، والمحصله صفر. تحاول تصدر معلومات غلط عشان تلعب على وتر الجماهير، لكن الامر متعلق ان معايير معينه ليها علاقه بالحضور الجماهيري نفذتها
هيحضر لك جمهور. وعلى طبعا فكره القرار حتى لما طلع من الكاف قال لك لحين تطبيق المعايير الامن والسلام، وهو مش قرار النادي يعني مش الأهلي. قرار نهائي ولا قرار ولا الأهلي. قرار النادي الاهلي النادي الاهلي عنده قدره انه يأصل مثلا يعني ولا. يعني هو هو مش على فكره انت بتديني باور بتديني باور جامد مش قرار النادي الاهلي فاعتقد ايوه طبعا. ما هو دلوقتي انا بعمل لك ايه، عاوز اعمل لك شحن فدلوقتي المباراه، طب تعالى طب مين اللي اختار المباراه الساعه 3 العصر؟ ما هو عشان الملعب كمان الاضواء الكاشفه اللي فيه ما تنطبقش على معايير انها تتلعب يعني بالليل. ما كانش النادي الاهلي يقدر يجيب شط اضواء يزود الملعب بلا بقى. طب هقول لك ايه، لازم اللي افكره لك انه رئيس الاتحاد الافريقي نفسه لما جه وتولى مقاليد الاداره في الاتحاد الافريقي اطلق عده رسائل لم تنفذ منها واحده. قال لك ما فيش مباراه تلعب بالنهار، كل مباراه تبدا الساعه 6 وهنعمل جد. هنبدا مثلا تطبيق تقنيه الفيديو، هنبدا من الدور الاول مش هنبدا من دور الثمانيه، هنعمل مش عارف مين، وهطور منظومه التحكيم، كل الكلام ده ولا حاجه تم تطبيقها. وبالظبط بقاله سنتين، وانا بكلمك بقاله سنتين لم يطبق شيء ولا يدافع. عشان كده بقول للناس ايه، ترحموا بقى على ايام عيسى حياته اللي قعدته يعني جرحته فيه بما فيه الكفايه اللي هو كل اللي وصلته الكره الافريقيه الان لن يستطيع رئيس اتحاد يعمل اللي عمله عيسى حياته. عيسى حياته عمل بنى في كل دوله ملعب واثنين وطور وخلى التنظيم ووزعه بدل ما كان قاصر على دول بعينها خلاه في كل الفرص عشان كل الدول تستفيد. ماشي احنا يعني عايز اقول لك ايه، لما اتيحت لنا الفرصه وتواجدنا في مواجهات كبيره جدا في الكاميرون تمام، اعتقد انك انت فرصه كبيره جدا للنادي الاهلي انه في مثل هذه البطولات يكون حاضر بقوه. لازم يقدم كورته، لازم يدي الوجه الحقيقي ليه، لازم يكون طموحاته اكبر، لازم يكون في اداء قوي جدا سواء مع اوكلاند سواء تخطيت اوكلاند ان شاء الله ورحت مع بعد كده. لازم تقول انك انت جاي وانك انت تستحق انك انت تكون في المكان، لانه دي بطوله دي الصفوه يعني دول الناس اللي نجحوا في ان هم يوصلوا. ومش بطوله شرفيه مش بطوله شرفيه، لا بطوله شرفيه لا، ما لو بطوله شرفيه ما كانش فيها فلوس لو بطوله شرفيه كانوا كان جابوا اي يعني مثلا لا ما تتعملش ويدوا كل واحد قرشين ويمشوا لا ما كانش يجي مثلا. هو انت عاوز تقول ايه، ان هو في كان الفيفا يمكن عشان دي الوقت كانت تستحق ان هي يبقى فيها منافسه افضل. يعني بدل ما يجي بطل اوروبا وبطل الامريكي فيها جزئيه من انا شايفها من العنصريه، يعني انه بطل افريقيا يستحق يكون موجود نلعب مباراه على طول سيمي فاينال ويوصل للنهائي. ده هيحصل من النسخه اللي جايه بقى من الشهر. يعني المفروض ايه الناس سكتت عن المساله دي، لكن بعد ما قدموا اللي قدموا منتخب المغرب وقدموا النادي الاهلي حتى في شركات قبل كده اكيد، واللي قدموا الرجاء قبل كده، واللي قدموا الوداد والترجي، يعني عاوز اقول ايه، وقبل كده النصر العالمي كمان في اول مشاركه في البطوله دي لما السعوديه نظمت السعوديه لما كانت بره ما كانتش في السعوديه البطوله اللي شارك فيها النصر قبل كده كان عمل مباراه كبيره جدا ايام عاوز افتكرك من البطولات المهمه جدا اللي احنا وقتها عرفنا كاس العالم للانديه بس ما كانش اسمها ايه، ما كانش اسمها كاس عالم كان اسمها الانتر كونتيننت. أيوة. عارف انت السعوديه نظمتها بعد ما اعتقدش ان السعوديه نظمت مونديال للانديه ما استضافتوش قبل كده. لا كان القارات القارات في البدايه قبل ما فاعتقد ان انا عايز اقوله لك انه ايه، كل التواريخ دي برضو بتقربك يعني اكيد التجهيز النفسي والاعداد النفسي من الجهاز الفني والاداري والرئيس البعثه والكابتن محمود الخطيب، اكيد تجهيز اللعيبه للهدف لانه انت هتاخدها بخطوه مهمه جدا انك انت تجتاز الكلام ده. يجي يتفرج عليك الهلال اهلا وسهلا، يجي يتفرج عليك سيدي يتفرج وانت خايف اهلا وسهلا، امر طبيعي جدا. لا انا عايز اقول للناس ان الناس مهتمه بمشاركه الاهلي في البطوله بالظبط كده وحقهم لا يحق لهم تماما. اللي عاوز يدرسك يتفضل، بس بعد ما يذاكرك يعرف يتفضل برضه يتفضل بس يعني اقصد حق المشاهده للجميع وانت مش بتلعب في بطوله سريه على رايك او على راي محمود، بدل ما تروح تتفرج اتفرج عليه في التلفزيون هتشوفه وهتعرف تدرس وكل حاجه وهتذاكر وكل، الا اذا كان البطوله مش مذاعه فعشان كده هو رايح يتابعها اكيد. طب احنا شفنا حق يعني حق طبيعي اكيد. لسه شايفين مع حضراتكم دلوقتي لقطات حتى للبعثه وهي خلاص الدخول للطياره، يمكن الكابتن سيد اخر نفسه شويه كان بيعمل عده اتصالات اكيد للتنسيق لبعض الامور الاداريه، لان اكيد القائمه النهائيه مع الاضافات انت لسه عندك مساحه انك تضيف صفقه او صفقتين ممكن لغايه يوم الاثنين اللي جاي، فانت بقى ممكن لو في صفقه خلال الساعات اللي جايه ممكن تنهي امور التاشيره، تنهي مساله السفر، تذكره الطيران،
في حاجات كتير اكيد في امور اداريه، فاكيد الجهاز الاداري بيشتغل عليها باتصالات مهمه جدا اكيد مع اداره التعاقدات وقطاع الكره وشركه الكره. كابتن سيد لسه داخل اهو الطياره ومعاه كمان دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي، واكيد في انتظار بالتاكيد البعثه الرسميه برئاسه الكابتن محمود الخطيب المهندس خالد مرتجي المنسق العام لبعثه النادي الاهلي مع الاتحاد الدولي فيفا، كمان دكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره اللي هيكون ليه دور كبير جدا في مساله تنسيق الامور الطبيه لبعثه فريق النادي الاهلي مع الجانب التنظيمي مع اللجنه المنظمه المحليه في المغرب ومع الاتحاد الدولي فيفا. قدامكم جايين يمكن لقطات خاصه من الطياره وكاميرا قناه الاهلي اهي داخله من جوه الطياره بقى تبدا تنقل لحضراتكم كواليس بعثه فريق النادي الاهلي وتشوفوا كل اللقطات الخاصه والحصريه والاستقبال الرائع بالتاكيد من كل المسؤولين. وداخل الطياره اهي اللقطات الخاصه للبعثه، احنا معاكم على الهواء مباشره بتشوفوا كل اللقطات الخاصه والحصريه لحظه بلحظه معاكم، يعني مش هتفوتكم اي دقيقه واي لقطه من اول ما الفريق ركب الطياره لغايه ان شاء الله ما يرجع من المغرب بعد يوم 11 فبراير يا رب باذن الله. الكابتن سيد، الكابتن سامي، وراه بالتاكيد ميشيل يانكون، ويمكن تليفونات الكابتن سيد لا تنقطع طبعا في اللحظات الاخيره. ها يا استاذ محمود قبل السفر طبعا يعني اصل انت اول ما تركب خلاص الموضوع ايه انقطع الاتصال. لا طبعا الكابتن سيد يعني بيأدي دور كبير جدا بامانه شديده، ومن الشخصيات المهذبه بامانه يعني من ابناء النادي الاهلي، لعب دور كبير جدا في يعني في مشوار النادي الاهلي، كتولى مسؤوليه اداره الكوره، وده يعني يسير على طريق يعني اساتذته اللي اتعلم منهم يعني كابتن صابت البطل رحمه الله عليه، كابتن طارق سليم رحمه الله عليه وغيره وغيره يعني. فاعتقد انه ترتيبات مهمه جدا للاتصالات للاستعداد والانطلاق نحو سعي نحو انجاز كبير يضاف لتاريخ وسجل النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ويكون الاهلي حاضر باذن الله تعالى مارسيل كولر، ويا رب باذن الله يكون انجاز جديد وانجاز عالمي. يمكن اول بطوله لكولر مع الاهلي كانت السوبر المصري طبعا. ان شاء الله باذن الله يكون في انجاز جديد يا استاذ جمال حتى في طبعا، وان شاء الله يعني الامل كبير جدا انه النادي الاهلي يظهر بشكل قوي جدا مع كولر في هذه البطوله ان شاء الله. وهي برضو بالنسبه لكولر دواء من الدوافع دافع الشخصيه، يعني هو لم يشارك في كأس العالم للأندية، ما كانش متاح ليه أو ما كانش موجودة، فهو بالنسبة له بيخوض برضو مشوار جديد عليه طبعاً. فهو عاوز يحط بصمته في هذه البطولة، وأعتقد أنه هو عنده الفرصة القوية لده بإذن الله. أكيد دكتور أحمد أبو عبلة، وأكيد بقى في تنسيق للأمور الطبية، لأن أكيد الفيفا بيبقى ليه بعض الاشتراطات الطبية بخصوص البطولات الدولية. مسألة بقى كمان الكورونا، هل هيبقى في فحص كورونا قبل المباريات؟ أكيد في كشف المنشطات بيتم طبعا في البطولات الفيفا. طبعا الوضع مختلف، أنت لما بتتكلم على الأهلي كل لاعبته بلا استثناء بيخضعوا لكشف المنشطات ده من سنين السنين، يعني وهم في المنتخب وهم في أفريقيا وهم مع الفيفا في كأس عالم أندية، فالأمور دي أكيد ما بيبقاش فيها نقاش. خلاص أنت خلاص الحاجات دي علمتك الحاجات دي علمتك وخلتك يعني كجهاز طبي خبرات وعارف لعيب لما يبقى عندك مثلا ما عنده ظروف صحيه بياخد ايه، بيقول لك باخد ايه، بياخد المحظوره والحاجات اللي بتاخد بالك منها كمان عشان المنشطات طبعا. فانت فاكيد انت ايه كجهاز طبي خلاص اصبحت متمرس في هذه اللقطه. كمان الجزئيه دي بتاثر على الجانب البدني طبعا، لو انت بتاخد حاجات ممكن تكون ادويه محظوره حتى لو عندك برد، او حتى ادويه ليها علاقه مثلا بتحسين التغذيه ممكن طبعا ممكن تكون منشطه فبتزود اللياقه البدنيه، لما بتيجي تبطلها فجاه تلاقي نفسك الكيرف نزل مره واحده. ايوه طبعا. ده انت خلي بالك، انا عاوز اقول لك انه ايهاب عبد الرحمن اللي هو بطل النادي الاهلي في العاب القوى في رمي الربح دفع نتيجته، انه هو يعني مساله اللي حصل انه ممكن تكون الكلام ده جاي من اكل بعض اللحوم، هو مش واخد بره مش لا لا وارد فيها انك تبقى لعمه فيها لحمه في اللحوم يبقى البرازيلي. فيها مثلا منشط وتاكل ما تاخدش بالك ويحصل لك هنا المشكله اللحوم دي من طبعا المنيه، فدي من الحاجات اللي برضو حصلت عليها دوشه ودفعت بامانه ثمنها كبير جدا، لما يعني كان عنده قريب جدا من تحقيق انجاز. لكن انت عاوز اقول لك ايه، الحاجات دي برضو تبقى حريص جدا
على الكلام ده، بدليل ان النادي الاهلي حتى في كل مشواره الافريقي معاه بيصطحب معاه طباخ الخاص للمطعم الخاص بتاع اللي انت بتعمله، بتجهز، بتبقى بتحافظ انت بيبقى لك اشتراطات بتحطها لما بتطلب طبعا. كابتن الى اللحظات المهمه محمود. وصول الكابتن محمود الخطيب او المهندس المهندس خالد مرتجي منسق عام بعثة فريق النادي الأهلي مع الاتحاد الدولي وأمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي. مهندس خالد مرتجي عنده كمية اجتماعات بكرة يا أستاذ محمود أستاذ جمال غير طبيعية. طبعاً. من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 2-3 العصر. أكيد ما خلاص يعني ما يعني ورش. خالد مرتجي خلاص بقى يعني ليه ثقله واتصالاته واكيد ارتباطاته دي مهمه، ارتباطاته شيء مهم جدا، تواجده هو عنده العلاقه اللي بيستطيع بها يتعامل، وجدته لاكثر من لغه بتسهل عليك حاجات كتير. وخالد مرتجي من يعني من القواعد الاساسيه في مجلس اداره النادي الاهلي، بيقدم عمل كبير جدا من حجم الاتصالات ومن الوجود، وشفنا دوره في التعاقد مع مارسيل كولر وشفنا كمان مع كريستو، واعتقد الحاجات دي يعني يستحق خالد بامانه شديده. لا مجلس اداره الاهلي يحوي كثير من الكوادر الاداريه اللي لها مستقبل. على غرار خالد مرتجي تستحق انك انت تدور على ما مع خالد مرتجي واحد واثنين وثلاثه واربعه مع كذا اثنين، يعني عاوز اقول لك ايه كوادر يعني في كوادر لا وحاليا حتى شركه الكره دخل فيها كوادر جديده، حتى هي لجنه التخطيط كمان ممثله في البعثه الرسميه الكابتن زكريا ناصف عضو لجنه التخطيط في النادي الاهلي كمان موجود في رحله سفر الفريق الى المغرب، يعني كمان شركه الكوره ممثله في المهندس عادل القيعي، المهندس احمد حسام عوض، الاستاذ الاستاذ خالد عبد القادر، لجنة التخطيط الكابتن محسن صالح، الكابتن زكريا ناصف، المهندس خالد مرتجي، دكتور محمد شوقي، وعلى رأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في المغرب، موجود بالتأكيد على رأس البعثة في المغرب إن شاء الله لإجراء كل الترتيبات. وهذه اللقطات هي حصرية وخاصة وعلى هواء مباشرة زي ما أنتم شايفين وصول الكابتن محمود الخطيب إلى الطائرة اللي هتقلع بعد لحظات إن شاء الله إلى المغرب. دكتور محمد شوقي زي ما كنت بأكد مع حضراتكم طبعا كمسؤول كناحية طبية لكل إجراءات البعثة إن شاء الله مع النادي الأهلي. بالمناسبة كمان في منسق أمني هيكون موجود مع البعثة، وده ضمن اشتراطات الفيفا، لازم يكون في منسق أمني، وهيكون موجود العميد علاء صلاح منسق أمني لبعثة فريق النادي الأهلي في رحلة الأهلي إن شاء الله إلى المغرب. يمكن كمان هيكون موجود دلوقتي معنا في اللقطات الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وأحد أبرز العلامات التدريبية في الكرة المصرية، أهو قدامنا الكابتن محسن صالح أحد الرموز وأحد النجوم السابقين في الكرة المصرية. إن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة. المهندسة حنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص كمان إن شاء الله. يعني الأهلي يا أستاذ محمود أستاذ جمال واخد كل واحد فيه تخصصه. أيوة ما هو التخصص يا أستاذ محمد بيريح. يعني إيه بيريح؟ كل واحد رايح عارف دوره ايه، فبيبقى العمل يعني متوزع ومتنظم كويس جدا. دولاب عمل متكامل. دولاب عمل بيتحرك، مفيش حاجه بتيجي على حساب حاجه. كل الامور بتمشي بخطوط متوازيه، فده شيء كويس جدا طبعا. يعني أكيد. العمل المؤسسي ده زي ما بيقولوا بيريح يعني. اكيد اكيد. مع بكره اصلا يا جماعه بصوا من بكره الصبح من الساعه 9 واكيد على مدار اليوم بكره هتشوفوا اللقطات طبعًا. دي من خلال شاشه قناه الاهلي. اول ما تصحى الصبح كده هتلاقي الساعه 9 في اجتماع ورشه عمل للاتحاد الدولي مع بعثه فريق النادي الاهلي بالكامل، جهاز فني ولاعبين واداريين، هيتم شرح كل الامور التنظيميه الخاصه بالبطوله، مباريات البطوله، اللوائح المنظمه للبطوله، اللوائح المتعلقه بالتحكيم واجراءات الفار في هذه البطوله، الكوميونيكيشن والاتصال اللي هيتم بين حكم المباراه مع حكم تقنيه الفيديو، ازاي هيتم اذاعه المحادثه على الشاشه في الملعب اثناء اجراء متابعه للعبه، كل ده هيتم شرحه. دي لاول مره، ده لاول مره الاتحاد الدولي بيجربها في كاس العالم للانديه في المغرب. كمان الاجراءات الطبيه، هل هيبقى في فحص كورونا ولا لا، توقيت فحص المنشطات، الاجتماع الفني ممكن يبقى امتى، ويمكن هي الجزئيه اللي احنا عرفناها ان الاهلي هيلبس التيشيرت الاساسي التيشيرت الاحمر لان هو صاحب المباراه، والحمد لله كان هيبقى صاحب الجمهور، اكبر نسبه جماهير هتكون جماهير الاهلي، واوكلاند سيتي هيرتدي التيشيرت الازرق. فيعني بصوا مفيش خطوه هتحصل في البطوله الا ما بيتم من خلال اجتماعات، وكل الاجتماعات دي هتكون معاكم بكره ان شاء الله على الهواء مباشره، وهتتابعوها من خلال كل برامج قناه الاهلي على مدار اليوم من اول الصباح الباكر لغايه
السهره ومساء السهره ان شاء الله مع الكابتن اسلام الشاطر يوميا في السهره الاهلي في المونديال. الاهلي في المونديال ان شاء الله من خلال قناه الاهلي. يمكن خلاص استاذ محمود استاذ جمال دي اللحظات بقى ايه اللي كل واحد بيحزم الحقائب. ما هي مسافه هي بيننا وبين الشاشه مفيش حوالي 2 متر يعني. لا يعني نستنى بقى الطياره تطير ها ونسافر يلا. وراك حاجه يا استاذ محمود؟ يلا بينا. طيب بصوا بقى ركزوا معايا في اللقطه اللي جايه دي. كابتن محمود الخطيب في لقطه مع اللاعبين بيتكلم معاهم وبيسلم عليهم وبيحفزهم وبيأزرهم ان شاء الله قبل السفر. تحيه لكل لاعب، ايمن اشرف، حمزه علاء، محمد كريستو، في اول بطوله واول مشاركه ان شاء الله رسميه تكون مع النادي الاهلي. محمود كهربا، وتحيه بالتاكيد من الكابتن محمود الخطيب لكهربا ولكل اللاعبين. كابتن حسين الشحات احد ابرز النجوم اللي في الفرقه، كابتن رامي ربيعه احد كباتن فرقه النادي الاهلي، ودي رساله مهمه جدا. كابتن الخطيب كمان تحيه لمحمد شريف ومحمد مجدي قفشه، لاعب لاعب، تحيه لكل لاعب على المسانده والدعم. ياسر ابراهيم، بعديه على طول محمد فخري، مسانده ودعم. وممكن اعتقد مهما شرحت احمد عبد القادر، مهما شرحت ومهما اتكلمت الصوره بتتحدث عن نفسها. صحيح. مع بيرسي تاو، مع برونو سافيو اللاعب البرازيلي، ان شاء الله يكونوا اضافه في هذه البطوله والمباريات. هم راجعين بقى عشان ما نضحكش. لا خالد. خالد ده خالد عبد الفتاح. فان شاء الله باذن الله تكون مشاركه طيبه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يعني الحمد لله قدر الامكان حاولنا كده نقربكم من الصوره شويه وتشوفوا كل اللقطات، ولسه مكملين معاكم لغايه لما الطياره تتحرك وتطلع من مطار القاهره. استاذ محمود، لقطات زي دي للاجتماع الكابتن خطيب وتحيته لكل لاعب، عنوان كده او منشط صحفي لهذه اللقطه بكره؟ ده ابرز، ده افضل حاجه للدعم المعنوي، وده ابرز حاجه انه برضه رئيس النادي قريب من لاعبته. يعني حتى في ناس اتكلم معاها، يعني حتى مع خالد عبد الفتاح لو شفت وقف معاهم كده ثواني. خالد عبد الفتاح يعني خد كل اعراب، يعني حتى مع كهربا، مع قفشه. يعني ده يعني ده شيء مهم جدا. رب الاسره الاهلاويه وحاضر دايما في الاحداث دي، تبقى مهم جدا يبقى في دعم، في مسانده. انت كلاعب وكجهاز فني تحس انه في اهتمام من النادي وعلى راس رئيس المجلس. فاعتقد انه وجود الكابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس في الرحله دي، ولسه ممكن في ناس ثانيه تبقى اكيد احنا ما شفناهاش يعني اكيد يعني ضمت. فاعتقد انه لا، شيء مهم جدا الدعم المعنوي ده رقم واحد في مثل هذه البطولات. عاوز اقول انك انت لازم تبقى رايح مش مضغوط، او انت رايح تلعب بطوله اتكافئت عليها، انت عملت الضغط اللي كنت عشت الضغط كبير جدا، فانك انت وصلت للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا وخسرتها. طبعا هي دي الكوره، ومش عاوز نحكي ونرجع للتفاصيل تاني. لا لا لا. ولما رحت قبل كده كنت بطل، فرايح تلعب وتمتع نفسك، متع نفسك بقى، متع جماهيرك، وتمسك بطموحاتك وتمسك بانجازاتك، انك تدافع عنها وانك انت تأدي الافضل ليك، لانه ده بيتكتب في سجلك انك انت رحت وصلت للنهائي، وصلت لنصف النهائي، ربنا كرمك وعملت الانجاز. كل دي الحاجات دي بتبقى ايه موجوده. فاعتقد انه دعم رئيس النادي شيء مهم جدا، ده مش غريب على الكابتن محمود الخطيب، قربه من الفريق ومتابعته ومسانده. وشفنا في السنوات اللي فاتت كان بيعمل ايه، كان حاضر بقوه وتحمل كثير من الضغوط اللي احنا شفناها. ان شاء الله يا رب يكون التوفيق حريف بعثه النادي الاهلي. انا جايه لي رساله على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، والله يعني لو قريتها مش عارف اقول لكم ايه، لان رد الفعل الاشقاء في المغرب للتغطيه والمتابعه وسفر الفريق في المغرب. بصوا انا اقول لكم بس، يمكن هي رساله طويله جدا من احد الزملاء في المغرب. اقل شيء سنرد به الجميل لاهلنا وحبايبنا المصريين هو مسانده فريق الاهلي وملء ملعب طنجه لنؤازر الاهلي الذي يمثل انصاره ويمثل مصر كذلك. ادعو كل المغاربه ان نقف مع هذا الفريق، لاننا لم ننسى ابدا وقوف الشعب المصري سواء حكومه او شعبا، وكيف ساندوا المنتخب المغربي في كاس العالم في قطر 2022. كل الاعلام المغربي والفنانين والنقاد واللاعبين وكل مكونات المغرب سيعزرون الاهلي وسيشجعون النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وكل الدعم والمسانده لكم. هي رساله من مغربي، ليست من لسانه ولكن من قلبه وعقله للاشقاء في مصر. ربنا يكرمه يا رب.
لا ده كلام إيه؟ محترم. قلنا ايه؟ قلنا بس هي مشاعر على فكره طبيعيه. لا 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 بين المغاربه والمصريين. يعني انا اذكر والله لما كاس الامم الافريقيه 86 كنا لسه بنقول يا هادي، كان المغرب في مجموعه في اسكندريه. اقسم لك بالله التشجيع اللي كان بيحظى به منتخب المغرب ما اقدرش اكلمك عنه. لا طبعا، لا يعني عارف في حاله حب بينه بين المنتخب المغربي طول عمره وبين الجماهير المصريه. فاحنا بنقول للاخ اللي كاتب هذا الكلام بنشكرك جدا طبعا على هذه الروح الجميله طبعاً. ونتمنى ان شاء الله نؤازركم دائما في زي ما عملنا او زي ما المصريين عملوا في كاس العالم في الدوحه. يمكن كانت في لقطات تانية اهي وللكابتن محمود الخطيب، وقدامنا طبعا كابتن سيد بيقرا قران قبل السفر ان شاء الله. بس كانت في لقطات للكابتن محمود الخطيب لو ممكن نرجعها تاني يا شباب. الكابتن محمود الخطيب كانت بزاويه تانية بقى للكابتن وهو بيعدي وبيسلم على كل لاعب، وان شاء الله باذن الله تكون رحله موفقه. يعني لو نسترجع الصور اللي كانت معانا من شويه، لان اللقط اهي قدامنا على الشاشه، يمكن صوره من زاويه تانية للكابتن الخطيب وبيرحب باللعيبه يمكن لاخر مكان في الطياره لكل لاعب، وحتى الجهاز الاداري والطبي والعمال لكل افراد البعثه في على متن الطائره المتجهه. كابتن محمود الخطيب بصفته كمان احد النجوم الكبار، نجم كبير ولا او النجم الكبير اللي عاش بقى مع الكره المصريه ومع فريق النادي الاهلي سنين طويله، يعلم جيدا مدى اهميه ان هو يبقى مع اللعيبه لغايه اخر لحظه كدافع معنوي و نوع من الحشد والمساندة للعيبة بتوعه. يعني أكيد الكابتن محسن صالح، الكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط في النادي الأهلي، المهندس عادل القيع رئيس شركة الكورة، الزميل العزيز الأستاذ إبراهيم منيسي، الكاتب الصحفي والإعلامي القدير، وإن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة يا أستاذ محمود. في هذه اللحظات وأنت على الطيارة بقى وبتكتب كده الكواليس اللي ما بين السطور، ممكن اللقطات اللي تبقى بارزة بالنسبة لك بخلاف لقطة الكابتن محمود الخطيب طبعا؟ لا، بتبقى يعني التركيز الاساسي على حاله اللعيبه، يعني الاستعداد، بتقرا العينين برضو وانت بتبص على الوجوه عامله شكلها ازاي. فطبعا لا شك ان هم طبعا مهما لو قلنا وقعدنا نقول لا مركزين وعاوزين رايحين، طبعا عندهم يعني برضو بطوله مهمه بالنسبه لهم، فاكيد ان هم يبقى عندهم طموحات ان هم يحافظوا على الانجاز اللي ما كملش سنه. يعني الناس فاكره ان لغايه النهارده فاكره اللي حصل في ابو ظبي، يعني لعبت مباراه كانت مهمه جدا كسبتها، خسرت امام بلراس، بعد بلراس بقى دعم فرقته وجالك جاهز وانت كنت في ظروف بتاع لما حصلك قدام ربنا سبحانه وتعالى كافئك في مباراه الهلال السعودي، وكان يقول لك الهلال السعودي ومش عارف مين، واللي هرب هرب واللي جري سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مباراه تيجي تعمل مباراه استثنائيه، انت مش عاوز اقول لان انا كنت في الملعب، انت يعني ايه قلت اربعه كويس كان ممكن المساله تبقى اكبر من كده، ممكن انا لا كان ممكن، لكن عاوز اقول لك ايه، فريق الهلال السعودي من الفرق الكبيره، فرق العربيه الكبيره خاصه على الصعيد الاسيوي، فرق يعني محترم، فريق محترم ليه تاريخ. مباراته مع الوداد هتكون مباراه صعبه جدا، مباراه صعبه جدا ما بين الفكره، مباراه صعبه جدا ما بين الفريقين، لكن اعتقد انه طائره الاهلي تشد الرحال الى بلاد إن شاء الله بإذن الى بلاد الاسود يا رب، لعلها تعود ان شاء الله بانتصار بألف سلامة ان شاء الله، يوصلوا بالف سلامه باذن الله. الله وقلوبنا كلنا معاهم، وبنتمنى لهم وجود اهلاوي كالعاده محترم في كاس العالم للانديه، وان شاء الله يقدروا يحققوا ده يعني ان شاء الله باذن الله. لو هتطلع منشيت او عنوان للرحله، منشيت اقول انا النهارده فرصه عندي اتنين، يعني معايا مؤسستين هم عظمه الصحافه في المنطقه العربيه، الاهرام والاخبار. هقول لك نقول نسر الاهلي الاحمر يحلق في السماء المونديال للمره الثامنه او كلاكيت ثامن مره، نسر الاهلي الاحمر يحلق في سماء المونديال تمام بالمغرب الشقيق. خدت النسر اضافه، خدت النسر اضافه نسر الاهلي يحط الرحال في بلد الاسود تمام تمام ماشي، بحثا عن انجاز كبير وجديد.
زي الفل. منافسة في المانشيتات ما بين الأهرام والأهرام. لا وعلى فكرة كل المانشيتات حلوة. كل المانشيتات حلوة. طبعا. طبعا. يعني يا أستاذ محمود. هو الحدث يفرض نفسه. الحدث يفرض نفسه. إن شاء الله طبعا النادي الأهلي يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون توفيق حليفه ويهدي إن شاء الله يعمل مباراة كبيرة في الافتتاح بإذن يوم واحد. وبعد اليوم واحد ان شاء الله ربنا يكرمنا. هي البدايه زي ما انا قلنا كده هي البدايه ان شاء الله باذن الله تعالى اكيد ان شاء الله يكون حاضر باذن الله تعالى ونتمنى ان شاء الله نشوف الاهلي قدام ريال مدريد نتمنى تكون مباراه كبيره جدا باذن الله. طيب نقطه تانية كمان متعلقه باللعيبه احنا بنتكلم على حمدي فتحي وعمرو السوليه واليو ديانج وسط ملعب الاهلي في البطوله دي ممكن يكون عامل ايجابي وفارق كبير جدا طبعا طبعا ده مش عايز كلام وهتبقى فرصة يعني ايه يعني عايز اقول لك يبقى عندك اظهار قدراتك ديانج وكل واحد عنده طموح لانه ديانج برضه عنده طموح انه يكمل ويعني موجود في نادي محترف بحجم النادي الاهلي بدليل النادي الاهلي رفض كل العروض لانه النادي الاهلي عنده طموحاته بتمسك فيه لكن ممكن انت لما تتشاف وديانج يبقى حاضر هيبقى له على فكرة ديانج ممكن يبقى من نجوم ديانج وحمدي فتحي والسوليه ومن خلفهم مروان عطيه ومروان عطيه على فكره عندك احمد عبد القادر وحسين الشحات في حالته فده بيديك برضو موجود مع علولو ومحمد هاني اللي بيعيش مرحله مهمه جدا اكيد هيبقى حاضرين بقوه ومعاك بقى كهربا او محمد شريف حسب رؤيه الجهاز الفني في المباراه فاعتقد انه حاله نص الملعب هي اللي بتحدد حاله وشكل الفريق في حالتهم مركزين خلاص هتلقى الفريق حاضر وثابت على ارض ثابته في الملعب مش في حالتهم وتخلى عنه وتفريغ هيبقى عندك مشكله لانه كده الفريق يتحول الى جزر منعزل لانه قدره لعيبه نص الملعب وهم حاله الربط ما بين الدفاع والهجوم وانه هم دول المحللين طبعا مطمئن لايه اللي هي النقطة اللي أنت متخوف منها وسط النادي الأهلي النهارده قوي ومستواه متقارب. احنا معاك اهو من يلعب بداية تحرك الطيارة يلا بقى خلاص بقى التيك اوف خلاص بقى يعني بتستعد للإقلاع من مطار القاهرة زي ما قلت لكم من البداية بتستعد للإقلاع خلاص إن شاء الله ألف سلامة إن شاء الله إن شاء الله تكون رحلة موفقة بإذن الله يمكن حاجة أجيبها لكم بص لقطتين لقطه للطياره وهي بتتحرك من بره ولقطه من جوه للعيبه وهي بتستعد بالمناسبه انتوا هتلاقوا بقى ايه اللي ماسك اللابتوب واللي بيتفرج على ماتشات لاوكلاند سيتي واللي ممكن المدرب بيديله بعض التعليمات قبل الوصول للمغرب يعني كل واحد بقى على حسب لا وفي حاجه اتفضل. ان شاء الله باذن الله لحظه الوصول قناه الاهلي هتكون برده باذن الله بتغطي وصول الطائرة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله لا يبقى كمان في حشد إعلامي كبير وبالليل بقى الأهلي في المونديال إن شاء الله بإذن الله يعني خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله الميزة في الرحلة دي يا أستاذ محمود كمان إن في عدد كبير جدا من اللاعبين الصاعدين يعني في محمد أشرف في محمد فخري لعيبة ممكن تكون لأول مرة أيوة وكريستو برضه لاعب 18 سنه مروان عطيه الصغير ده مروان عطيه اعتقد 22 سنه خالد عبد الفتاح كام سنه ما برضه يعني برضه خلي بالك في وجوه جديده فاعتقد انه برضه ايه بص يعني توليفه خلاص انت بدات توصل للتوليفه التوليفه دي ناقصها حاجات ناقصها حاجات اكيد هتكملها النصر الاهلي بيحلق في السماء انا بالسلامه ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله اتفضل يا استاذ محمود فاعتقد انه توليفة. لا حدث مهم جدا وانه الجهاز الفني بخبراته اكيد هيبقى عنده سيناريوهات بتاعته واشراك اللعيبه بتاعته عاوز يستفيد برضه الجهاز في عناصر محتاج برضه جهاز زي ما احنا قلنا لانك بعد العوده هيبقى بلا هواده وبلا رحمه مفيش انتقاد انفاس قدرات نجاح الجهاز الفني بانه يبقى عنده ال 30 لاعب اللي موجودين معاه على نفس المستوى هو ده النجاح صحيح ان شاء الله يعني مفيش حاجه اسمها احتياطي ولا اساسي خلاص لانه اللي بينزل خلاص انت اساسي والله وانت موجود على الدكه ايه ما انت موجود اساسي مفيش حاجه اسمها طيار محمود والله اخر حاجه احلى ما احس بيه في فريق النادي الاهلي مع كولر ودون مجامله اقسم بالله ان انا حاسس بالنقطه اللي انت بتقول عليها ان البدلاء جاهزين زيهم زي الاساسيين بمعنى ان انت ما تقدرش تقول لو فلان غاب يعني مثلا لو لعب ديانج والسوليه ولا حمدي فتحي مع مروان
كل ده جاهز ان شاء الله ان هم ونفس الامر بالنسبه للاجنحه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان يستمر هذا الامر باذن الله. يعني كنا معاكم يعني قدر الامكان حوالي 3 ساعات في تغطيه خاصه لبعثه فريق النادي الاهلي بدءا من التدريب في مختار التتش في الجزيره، ملعب مختار التتش في الجزيره، ثم التحرك لمطار القاهره وكل اللقطات الخاصه والحصريه من مطار القاهره الى ان اقلعت الطائره الى المغرب. ان شاء الله باذن الله نسر الاهلي سيحلق في مونديال المغرب، وان شاء الله تكون رحله موفقه والبعثه تعود باذن الله بنتيجه واداء وميداليه اضافيه ان شاء الله لرصيد ميداليات الاهلي في مونديال الانديه مع الاتحاد الدولي فيفا. في الختام استاذ محمود صبري انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا واسعدتنا وحمد لله على السلامه. الله يسلمك الله يخليك. استاذ جمال الزهيري نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا وبالتوفيق دايما ليك يا رب. ربنا يخليك. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ودايما تغطياتنا ومتابعتنا لكل الاحداث الرياضيه القاريه والدوليه والمحليه فقط وحصريه معاكم عبر شاشه قناه الاهلي. شكرا والى اللقاء.